وصل النادي الأهلي وصل بيراميدز إلى الإمارات من أجل سوبر مصري مشرف بين الفريقين الكبيرين. في أفضل أحواله الفنية والمعنوية بدأ النادي الأهلي استعداداته للسوبر المصري أملاً في بطولة جديدة يضمها لدولابه المليء بالإنجازات. الناحية التانية بيراميدز جات له فرصة جديدة ذهبية للفوز بأول ألقابه تاريخياً بعد إحباط الخروج الأخير من الكونفدرالية. الأهلي وبيراميدز أوراق مكشوفة لبعض، علشان كده مستنيين نشوف مباراة ممتعة زي اللي شفناها في نهائي الكاس. الجماهير المصرية في الإمارات تنتظر لقاء كبير، ونحن هنا نأملها مواجهة مشرفة لكرة القدم المصرية. يلا بينا. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10، والسوبر المصري خلاص بقى على الأبواب. ساعات وينطلق السوبر المصري في الإمارات بين النادي الأهلي بطل كأس مصر ونادي بيراميدز وصيف الدوري عن الموسم الماضي بعد اعتذار نادي الزمالك. في كل الأحوال ننتظر مواجهة محترمة، مواجهة فيها فنيات كبيرة، سواء من مارسيل كولر أو من جيم باشيكو. الحالتين أو الفريقين إن شاء الله عندهم من العناصر اللي يخلونا نشوف مباراة عالمية مصرية على أرض الإمارات. سيبكم من الظروف، وسيبكم من اللي حصل، وسيبكم من القصة والرواية ومن اللي حق ومن ملوش. إحنا الأهم بالنسبة لنا الصورة الجيدة لكرة القدم المصرية في الوطن العربي كله. ده اللي مستنيينه من الأهلي، ده اللي مستنيينه من بيراميدز. زي ما بيقولوا كده، خلاص رفعت الأقلام، يتحدث أو تتحدث الأقدام في الملعب يوم الجمعة القادمة. نجوم كبيرة في النادي الأهلي، نجوم رائعة في نادي بيراميدز، والظروف حلوة للنادي الأهلي. حالة معنوية كبيرة، فوز بكأس مصر والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. مارسيل كولر حط إيده على الفريق، بقى في قوام أساسي واضح للنادي الأهلي مع مارسيل كولر. والناحية التانية بيراميدز اللي بيبعد شوية بشوية عن لقب الدوري أو المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وإن كان ما زال في المنافسة. خروج من الكونفدرالية الأفريقية مفاجأة، إن هو يتم استدعائه لمباراة السوبر. ممكن الظروف لبيراميدز تبقى مش نفس الظروف للنادي الأهلي، ولكن بيراميدز بنجومه الكبار ومدربه المتمرس وارد جدا إنه يعمل مباراة كبيرة. بالمناسبة يعني شيء يذكر، يعني بيراميدز والأهلي والحديث عن المدربين، يبقى دائما وأبدا واحد من أفضل المدربين المصريين خلال السنوات الأخيرة، واحد من أكبر الأسماء إن لم يكن أكبرهم على ضوء الإنجازات والبطولات اللي حققها، هو الكابتن الكبير الكابتن حسام البدري. اليوم كان لديه مباراة لفريقه الصفاقسي التونسي أمام الترجي التونسي، واحدة من المباريات الكبيرة جدا في الدوري التونسي، واحدة من كلاسيكيات الدوري التونسي. النهاردة كعادته الكابتن حسام البدري يقدم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية والمدربين الوطنيين المصريين، ويحقق فوز بهدف دون رد على الترجي التونسي في مباراة كانت صعبة جدا جدا. هدف مبكر للصفاقسي في الدقيقة 14 خلص المباراة. صحيح الترجي كان ليه ضربة جزاء، ولكن حتى مع هدف الصفاقسي حاول في أكثر من مناسبة على مرمى الترجي، والترجي بطبيعة الحال ضغط بشكل كبير جدا. بس انتوا عارفين الكابتن حسام البدري مدرب عملي جدا، يعرف يدافع بشكل كويس، يعرف يهاجم بشكل كويس، زي ما بيقولوا كده بيعرف يسير المباريات زي ما هو عايز. بنتكلم على مدرب كبير بكل تأكيد، كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي. مليون مبروك يا كابتن حسام، وكالعادة حاجة مشرفة جدا للتدريب المصري. الله يخليك يا كريم، بشكرك وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين، وبشكرك على المقدمة. والحمد لله طبعا كان فوز مهم جدا النهاردة، و مباراة كانت مهمة. يمكن تواجدنا هنا في تونس أنا والجهاز اللي موجود معايا منذ شهر تقريبا، وزي ما أنت عارف الصفاقسي اسم كبير طبعا، لكن كان بيمر بعض الصعوبات نتيجة كان ممنوع من الانتدابات، وفي نفس الوقت يمكن أما حصل إن الموضوع اتحل وابتدى في شهر يناير كان معظم عناصر الفريق الأساسية رحلت عن الفريق، وتم الاستعانة ببعض اللعيبة الشباب ولعيبة جدد لفترة بسيطة. ويمكن أنا جيت على أساس أن أنا أعيد تكوين قوام الفريق، وفي نفس الوقت أن أنا أصنع فريق يلي باسم الصفاقسي. يمكن الفترة كان فيها برضو بعض المحاور الهامة جداً
البطوله العربيه ومقابله قطر القطري اللي الحمد لله قابلناه في مباراتين وتم اقصائه في مباراه ذهاب وعوده، وفي نفس الوقت يمكن لعبنا اربع مباريات في الدوري تعادلنا في مباراتين وكسبنا في مباراتين، لكن يمكن في خطا اداري حرمنا من الثلاث نقاط بتاعت اول فوز اللي احنا فزنا فيه. صحيح. فبالتالي الفوز النهارده كان مهم جدا لانه كمان قدام فريق كبير قدام الترجي وبيثبت عناصر مهمه جدا عند اللعيبه ان هم يثقوا في نفسهم، يعني يصدقوا ويؤمنوا ان هم قادرين بالتطور اللي بيحصل يوم عن يوم ان هم يواجهوا فرق كبيره ويلعبوا مباريات كبيره ويتعاملوا مع ضغوطات المباريات الكبيره. فالفوز على الترجي يمكن النهارده حقق جزء كبير جدا من اللي انا بقوله ده واللي كان مهم جدا عندي كمدير فني ان هو يصل الى اللاعبين، فالحمد لله على الفوز الحمد لله. من ناحيه ثانيه يا كابتن حسام، وانا بتفرج على المباراه النهارده الوضع صعوبته انه الترجي بينافس بقوه على لقب الدوري التونسي، الترجي في حاله معنويه رائعه جدا بالوصول لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، عنده مجموعه رائعه وفيها من اللاعبين الدوليين كمان في المنتخب التونسي، كل الظروف الصعبه ديت وقدرت النهارده تحافظ كمان على هدف جاء في وقت مبكر في الربع ساعه الاولى. طبعا الترجي فريق كبير وعنده مجموعه لعيبه مميزين جدا، ويمكن انت برضو لو اتفرجت على الشوط الاولاني هتلاقي ان احنا اتخلق لنا اكتر من فرصه بالزبط. في بدايه المباراه بشكل يعني كلير خالص، لكن كان في عدم توفيق وعدم تصرف بشكل جيد من بعض اللاعبين، لكن الحمد لله في اجمالي المباراه انا بقول الحمد لله لان كان مهم جدا النهارده ثلاث نقاط، كان مهم جدا الفوز على الترجي، كان مهم جدا الفوز المعنوي والنفسي بالنسبه للعيبه بتاعتي. الترجي برضه مقبل على مباراه الدور قبل النهائي، وفي نفس الوقت هو فرق بينه وبين النجم الساحلي نقطه واحده، فهو قريب لسه في البطوله، وانت عارف البلاي اوف بيبقى فيه 8 فرق ولسه الدور الثاني كله، يعني متبقي مباراتين في الدور الاولاني ولسه الدور الثاني كله، فلسه الترجي عنده فرصه. فالفوز النهارده بيصعب عليه الامور، وفي نفس الوقت انا يعني بيديني مكتسبات كبيره ومهمه جدا جدا في المرحله الحاليه، فالحمد لله على الفوز الحمد لله. طيب كابتن حسام، انا السؤال ده يعني سؤال للاطمئنان عليك انت شخصيا يعني ومهنيا، هل انت حاليا مرتاح مع الصفاقسي؟ التجربه في الجزائر كنت ماشي فيها بشكل رائع، بس الظروف ما كانتش سامحه، حتى اللي حصل مع منتخب مصر عشان ما نعيدش الكلام تاني، امور صعبه جدا تعرضت لها في الفتره الاخيره، هل الوضع حاليا في الصفاقسي هو وضع مريح بالنسبه لك للنجاح ان شاء الله في المستقبل؟ والله الوضع طبعا انا بشكر اداره الصفاقسي برضه لانها بتحاول طبعا تحقق لي كل الحاجات اللي انا يعني بتكلم فيها وبطلبها، يمكن هناك بعض الصعوبات لسه لازم تتحقق عشان تحقق الاستقرار وتحقق ان يبقى في تطور، ومحتاج طبعا انتدابات وهم معادلني في شهر 6. لكن خلينا اتكلم بمنتهى الصراحه كريم، انا لما جيت هنا طبعا كانوا بيكلموني على مشروع، ويعني اتكلموا على اساس ان انا لازم اكون موجود معاهم الموسم ده والموسم الجاي، فيمكن انا لا اشترطت ان انا بمضي لسنه ونص، لكن الست شهور الاولانيين بعد ما بينتهوا اقرر الاستمراريه من عدمها، على اساس ان انا مرتبط برضو الواحد بيبقى موجود في مكان بيحب يحقق فيه طموحاته ويحافظ على اسمه ويضيف لنفسه بعد المشوار الطويل والمرهق والمتعب اللي انا قضيته في كره القدم. صح. فلابد يبقى ليا بعض الحسابات الخاصه، وده من حقي طبعا ان ده تبقى متوفره عشان اقدر اضيف. يعني انا مرتبط بالست شهور دول، وفي نفس الوقت انا بامل طبعا ان انا ابقى موجود في الدوري المصري تاني ان شاء الله، لسه بفكر برضه. فكل الامور دي هتتضح، لكن الى وقتنا هنا بصراحه الاداره بتسعى جاهده يعني تحقق لي كل حاجه، لسه في حاجات ما اتحققتش لكن هم بيسعوا بشكل كبير جدا. يعني انا افهم من كده كابتن حسام ان في عروض من الدوري المصري؟ والله يعني ما فيش حاجة قاطعة يعني، لكن لسه يعني لو في حاجات استقرت بشكل كويس طبعا في الفترة الجاية ومع بداية موسم أنا برغب إن أنا بقى موجود في الدوري المصري إن شاء الله. عظيم جدا. طيب النهاردة وإحنا بنتفرج على المباراة بجانب إن إحنا مهتمين بالمباراة جدا عشان الكابتن حسام البدري مديرا فنيا ليه، والله كريم أنا بشكرك، أنا بشكرك إن أنت بتقول كده، وبشكرك إن أنت بتقول بنتفرج على المباراة، وبشكر كل واحد لان في ناس النهارده كتير بتقول لي واحنا بنتفرج على المباراه، فببقى سعيد جدا ان انت بتقول لي كده، لان بحس ان ده تقدير ليا واحترام منكم انتوا، وده شيء بيبقى جيد ان احنا يعني بنحس ببعض ونشعر ببعض وبنساند بعض، ده شيء كويس جدا،
فببقى سعيد جدا وانت بتقول لي احنا واحنا بنتفرج على المباراه النهارده، فعلا ببقى سعيد يعني. بص يا كابتن حسام، هو كابتن حسام انا اقول لك حاجه بصراحه، فرصه وحضرتك معايا ان انا اقول الكلام ده واديك حقك كمان. انت كل التجارب اللي انت خضتها يعني كان فيها كثير من النجاحات، ونحن نحترم هذه النجاحات، سواء اتفق بعض الناس او اختلف وقت منتخب مصر تحديدا، وهي دي الحكايه اللي كانت نقطه فارقه، ومش عايز اعيد الكلام ده كله، ان انت مع منتخب مصر حتى كانت نتائجها كلها ايجابيه، ما فيش اي نتيجه سلبيه، واللي حصل في رحيلك واللي كان مش هنعيده تاني، بس هتفضل بالنسبه لنا واحد من اهم المديرين الفنيين المصريين اللي جم على الاقل في اخر 10 15 سنه، فده له كل الاحترام. وانجازاتك بتتكلم، انا بشكرك يا كريم، بشكرك. وفي نفس الوقت انا بعيد تاني، مش بعيد لان يعني ساعات بقول كلام الناس بتزعل، اما بيجي ان انا بقول ان انا يمكن اكتر مدرب مصري في تاريخ الكره المصريه حقق بطولات، انت ما تشوف على مستوى الدوري، على مستوى اما تجمع كل البطولات اللي اتعملت، سواء حتى وانا مدير فني لوحدي يمكن اكتر من 10 بطولات، وانا مساعد مدرب يمكن 28 بطوله، فما تجمع ده كله في 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 يعني تاريخ مدرب، يعني الحمد لله، بقول الحمد لله. وتجارب كانت صعبه ومشوار صعب، لكن الحمد لله يعني تمت انجازات، فانا بشكرك على اللي انت بتقوله ده، وببقى سعيد جدا ان في ناس بتذكره وبتشعر بيه وبتسرده، يعني هو ده اللي بيسعدني، وده اهم حاجه. اقل من حق دايما الواحد في مشواره، السرد الجيد ده والسرد الصريح واللي هو بيبقى كله بنوايا كويسه، طبعا هو ده اللي بيسعد الواحد يعني. اقل من حاجه كابتن حسام، وزي ما قلت لك احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه كمان بنشوف الكابتن حسام البدري المدير الفني الناجح جدا مع النادي الاهلي، وهو يواجه الترجي. قبل مواجهه الترجي والنادي الاهلي، كيف يواجه الكابتن حسام البدري؟ وانا متاكد طبعا ان النادي الاهلي جهاز فني ولاعبين تابعوا هذه المواجهه، او على الاقل هيتابعوها خلال الايام القادمه عشان يستفيدوا من المباراه واللي حصل النهارده. تنصح ايه النادي الاهلي ان شاء الله قبل مواجهه الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله طبعا اكيد مباراه الاهلي والترجي برضو بتطغى او بتبقى موجوده النهارده يمكن في المؤتمر الصحفي، اتسالت في اجزاء ويعني نقاط كثيره جدا خاصه بمباراتنا النهارده مع الترجي، لكن في النهايه كانت كل الاسئله الموجهه ليا عن اللقاء المرتقب بين الاهلي والترجي وتوقعاتي، وفي نفس الوقت شايف المباراه ازاي. بقول طبعا قلت لهم كمصري وكاهلاوي بتمنى فوز الاهلي، يعني قلت لهم انا كمصري واهلاوي، ويمكن الكلام ده صعب جدا ان انا اقوله وانا موجود في تونس وموجود مع فريق تونسي، لكن قلته بمنتهى الصراحه. لكن في نفس الوقت انا بقول ان مباراه الاهلي والترجي مباراه صعبه بين فريقين كبار، مباراه الدور قبل النهائي اللي بيكسبها بيصل الى الدور النهائي، فده يعني بيطغى على المباراه بشكل خاص وبصعوبه، لكن ان شاء الله انا بقول حاله الاستقرار اللي بيعيشها الاهلي واكتمال قوامه بتخليه هو الاقرب ان شاء الله باذن الله الى التاهل والفوز ان شاء الله. احنا مستنيين نشوف النادي الاهلي في رادس باذن الله يكرر مباراه 2012، واحده من افضل مباريات النادي الاهلي افريقيا يمكن على مدار تاريخه، مباراه الترجي التونسي في بطوله 2012 وقت ما كنت مديرا فنيا للنادي الاهلي. يا كابتن حسام تتذكر هذه المباراه طبعا؟ طبعا اتذكر هذه المباراه طبعا، اللي بتمثل بالنسبه لي شيء كبير جدا ان حققت فيها البطوله الافريقيه انا ومجموعه لعيبه مميزه وجيل مميز، كان جيل مميز، جيل بركات وحسام غالي وتريكا وائل جمعه وعماد متعب وجدته واحمد فتحي، يعني كان جيل مميز وكانت مباراه مميزه، وان شاء الله الاهلي قادر باذن الله انه يعيد هذه البطوله باذن الله، بس هو يفكر ان شاء الله في الخطوه الاولى وهي التاهل باذن الله وتخطي مباراه الترجي باذن الله، وبعد كده هيبقى قدامه النهائي ان شاء الله والاهلي هو الاقرب باذن الله. باذن الله. طيب اخيرا كابتن حسام، كيف ترى مواجهه النادي الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري يوم الجمعه؟ لا مباراه صعبه طبعا، يعني مباراه صعبه، لكن خلينا نتكلم حاله التركيز اللي عاشها الاهلي تحضير المباراه بشكل مبكر ووجوده في الامارات بشكل في وقت مبكر برضه، فالاهلي بيعيش استقرار اكتر، الاهلي برضه قوامه مكتمل عن بيراميدز عندهم بعض النواقص، لكن دي مباراه صعبه برضه ما تقدرش تقول او تتوقع، لكن انا توقعاتي طبعا ان الاهلي افضل من المرحله دي، الاهلي الاقرب، فان شاء الله الاهلي يبقى هو الاقرب ويفوز بالمباراه ان شاء الله. كابتن حسام، السؤال ده سؤال معنوي اكتر منه حتى سؤال فني، بعد التجارب عديده بعد النادي الاهلي سواء اداريه او حتى فنيه، هل ما زلت تحن للعمل للنادي الاهلي مره اخرى في المستقبل القريب؟ طبعا
طبعا بتمنى ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يا كريم يعني احنا انا وانت تقابلنا كتير في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتي، وفي نفس الوقت فضله كبير جدا عليا، واكيد يعني بفكر دايما ان شاء الله ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، وبتمنى ان انا اكون موجود في النادي الاهلي تاني ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي الفائز اليوم على الترجي التونسي في الدوري الاسباني الدوري التونسي بهدف دون رد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق ان شاء الله، صوره مشرفه للمدربين المصريين دايما في الوطن العربي. انجازات عديده عملها الكابتن حسام البدري بجانب انجازاته مع النادي الاهلي، انجازات في السودان، انجازات الان او نتائج رائعه في تونس، تجربه يمكن كان فيها بعض المشاكل الماديه في الجزائر هي اللي ما طولتش شويه معاه، بخلاف ذلك هو كل تجاربه فيها ايجابيات، فانا يعني بحييه واتمنى له دايما كل التوفيق. طيب نرجع للسوبر المصري، الاهلي وبيراميدز، قائمه النادي الاهلي لهذه المواجهه. قائمه النادي الاهلي في حراسة المرمى هيتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وفي خط الدفاع موجود لسه دي بقى يا جماعه سيبكم من المران دلوقتي هنقول القائمه الاول. خط الدفاع علي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد اشرف ومحمد فخري، وفي خط الوسط هيتواجد حمدي فتحي واحمد عبد القادر مع احمد نبيل كوكا واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه واحمد الكندوسي وطاهر محمد طاهر مع حسين الشحات ومروان عطيه، وفي الهجوم محمد شريف وكهربا مع بيرسي تاو. ابرز غيابات النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين عمرو السوليه ورامي ربيعه ومحمد الضو كريستو للاصابه، مع كريم فؤاد ايضا واكرم توفيق ورافت خليل للاصابه. الاستبعاد الفني برضو كالعاده برونو سافيو وشادي حسين وايمن اشرف ومعاهم حمزه علاء وكريم ادبيس، دي ابرز غيابات النادي الاهلي مع قائمه النادي الاهلي. في المقابل قائمه بيراميدز لهذه المواجهه احمد الشناوي واحمد دعدور ويوسف نادر مع احمد فتحي في خط الدفاع ومحمد حمدي وكريم حافظ واحمد توفيق واحمد سامي ومحمد الشيبي مع علي جبر وعبد الله مجدي، وفي وسط ملعب بيراميدز ابراهيم عادل هيتواجد مع محمود صابر ودونجا ووليد الكارتي واسلام عيسى وبلاد التوريه مصطفى فتحي ورمضان صبحي واوجو صامويل مع محمد صادق وهشام محمد. هجوم فريق بيراميدز في هذه القائمة دودو جباس مع فخر الدين بن يوسف وفخر لقاي، تقريبا قائمة مكتملة باستثناء الثلاثي خلاص اللي بقى معروف غيابه بسبب الإصابة عبد الله السعيد وأسامة جلال، ده ثنائي الإصابة مع إيقاف شريف إكرامي. زي ما حضراتكم عارفين شريف إكرامي على فكرة النهاردة أعلن إن إيقافه هيبقى بسبب المنشطات شهرين فقط، لأن المادة اللي خدها كانت مادة لا علاقة بعلاج دايت أو تخسيس وما كانش قاصد وكان واخد اذن من الطبيب، عشان كده الكاف راعى هذا الامر وايقافه او فتره ايقافه هتنتهي في 27 مايو عشان هو كان بادئها في مارس، يعني احنا بنتكلم في ايام قليله ويرجع تاني شريف اكرامي لقائمه بيراميدز. وبصراحه انا كنت مشفق عليه جدا في يعني وهو يقترب من ختام مشواره، حاجه كبيره زي دي تبقى مؤذيه، بس خيرا فعل الكاف انه راعى كل هذه الامور، راعى كمان انه اللاعب لم يقصد الحصول على اي ماده منشطه، ونتمنى طبعا بكل تاكيد التوفيق ليه شريف إكرامي. طيب نروح بقى للإمارات وزميلنا المميز دوما اللي عامل شغل عظيم جدا جدا في الإمارات، كواليس رائعة دايما، هو كعادته يعني مميز بصراحة في كل الحاجات اللي بيشتغلها، ودايما لما تبقى عايز تعرف خبر تعرف كواليس تعرف اللي بيحصل في أي معسكر لفريق لمنتخب بالتأكيد بتروح لزميلنا المميز دوما إبراهيم عمر. يا إبراهيم مساء الفل، مشرف ومنور يا كريم. مساء الفل عليك يا كريم وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك، يعني مش عارف ارد على كلامك دايما بتحرجني دايما اتكلم بذوقك وكلامك ده، ربنا يخليك ودايما اكون موجود يعني اكون عند حسن ظنك. اقل من حقك العاده يا ابراهيم. طيب طمنا بقى على الكواليس. ده كتير عليا قوي والله يا كريم. لا يا حبيبي خش بقى في اقل من حقك اقل من حقك. طمنا بقى على الكواليس ما قبل ساعات من هذه المواجهه وصول بيراميدز والنادي الاهلي الى الامارات. يمكن ابدا لك بقى في الساعتين اللي فاتوا، يمكن بيراميدز وصل تقريبا من حوالي ساعه ونص، يمكن الطياره اتاخرت، كان المفروض يتحرك من مطار القاهره الساعه 6 يوصل هنا الساعه 10:30 بتوقيت ابو ظبي، لكن الطياره اتاخرت ساعتين ووصل الساعه 12:30. وصل في صاله كبار الزوار وكان في استقبال رسمي من مجلس ابو ظبي الوطني المنظم لهذه المباراه، نفس الاستقبال اللي استقبلوه النادي الاهلي امبارح في نفس الصاله كمان. يمكن بكره ان شاء الله هيكون
لبيراميدز اول تمرين، يمكن هم اتمرنوا النهارده العصر في استاد الدفاع الجوي على ملعبهم وتحركوا على مطار القاهره وجم على ابو ظبي على طول، هيبقى اول تمرين ليهم بكره. بكره تفاصيل اليوم بكره يا كريم، بس عشان ابقى احدد لك باقي الكلام، يعني تفاصيل اليوم بكره عندك الاجتماع الفني هيكون الساعه 3، المؤتمر الصحفي لنادي الاهلي هيكون الساعه 4 او هيكون الساعه 4 او 4 وربع، بعديه بنص ساعه بالظبط ساعه الا ربع يكون المؤتمر الصحفي لجيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، بعديها تمرين النادي الاهلي. يمكن دي اللي اتغيرت، كان المفروض النادي الاهلي هيتمرن الساعه 7، بيراميدز يتمرن الساعه 8 وربع بعديه، لكن هي اتعكست النهارده، بقى بيراميدز اللي هيبدا الاول هيتمرن، بعد كده الاهلي هيتمرن الساعه 8 وربع. في الاجتماع الفني في بقى هنا النقطه، هنا من ضمن التفاصيل والكواليس في مباراة السوبر، لأن أنت كان المباراة قبل اعتذار نادي الزمالك عن لعب هذه المباراة، كانت المباراة الزمالك والأهلي، لأن الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكاس. الزمالك هيلعب بالزي الأساسي بتاعه، كنت أتخيل الأهلي هيلعب ممكن بالزي الاحتياطي أو الأهلي يلبس الشورت الأحمر زي ما كان بيلاعب الرجاء كده بالظبط، الشورتين مختلفين. دلوقتي أنت بيراميدز لما حضر توصيف بطل الدوري والاهلي بطل الكاس، لغايه دلوقتي ما تحددش مين صاحب الارض او مين صاحب الملعب. الفكره كلها في انت هتقول اسم مين، ما فيهاش اي مشكله في الزي، ان بيراميدز الزي الاساسي بتاعه البترولي، الاهلي الزي الاساسي بتاعه الاحمر والابيض، لكن لغايه دلوقتي انت ما تحددش مين صاحب الملعب، انت هتقول بيراميدز والاهلي، والاهلي مباراه بيراميدز ضد النادي الاهلي ولا الاهلي ضد بيراميدز، دي اللي ان شاء الله تتحدد بكره في الاجتماع الفني. شفنا النهارده، شوفنا النهارده البيان اللي طالع من مجلس ابو ظبي الوطني باحقيه الجماهير في استرداد ثمن التذاكر النهارده، فده انت بتتكلم ان نص الاستاد تقريبا، نص الاستاد، لان انت كنت بتتكلم في حوالي يعني 90-95% من التذاكر اتباعت كلها للجمهور، فانت بتتكلم دلوقتي ان انت التذاكر اللي هتطرح هيبقى فيه جزء الجمهور بالتاكيد لجمهور النادي الاهلي، في ناس جايه على فكره مش هترجع التذاكر بتاعتها وهتيجي تتفرج على الماتش. برافو عليك، اصل هي ابراهيم عارف دايما المباريات اللي بتبقى للاهلي او الزمالك في الوطن العربي بتبقى احتفاليه لكل الجماهير، فحتى جماهير الزمالك معظمها يعني طبعا انه هيبقى واخد التذكره هيجي يروح يحضر المباراه موجوده على ارض الامارات فيروح يحضر المباراه بالتاكيد، انا تصورت كده انه مش كل الجماهير هترجع التذاكر يعني. لا، ما هم الناس جايه تنبسط، والناس جايه تنبسط وجايه تفرح، جايه تفرح بيهم، جايين يتفرجوا على ماتش حلو، وده اللي بنشوفه دايما هنا من خلال اقامه مباراه السوبر في دوله الامارات، اللي ليها تحيه كبيره قوي يا كريم، ناس شايلنا فوق دماغهم والله يا كريم من فوق، يعني الناس انت مهما تتكلم ومهما تشكر انت ما تعرفش تدي الناس دي او توفيهم حقهم يعني. نيجي نروح برضو من الفعاليات، انت المبسوط يعني كاس السوبر ان شاء الله يوصل بكره، كاس السوبر ده من في انجلترا هيظهر بكره ان شاء الله، التصميم بتاعه ان شاء الله يوصل بكره لابو ظبي ويظهر الشكل الجديد والتصميم بتاعه الجديد. الفعاليات في يعني هو الفعاليات ما اتغيرتش، يمكن من الجهه التسويقيه ممكن يبقى فيها بعض التغيير شويه، لان انت لما تيجي مباراه جماهيريه اهلي وزمالك غير اما يكون الاهلي بيلعب بيراميدز او اي فريق تاني، الاهلي والزمالك اكبر ديربي في الوطن العربي، فانت من الناحيه التسويقيه الدنيا اتغيرت شويه. لكن الفعاليات انت من المفترض ان هيكون موجود نجوم عالميين حاضرين هذه المباراه، يمكن من اللي انا عرفته وبنسبه كبيره جدا هيكون موجود توتي وديلبيرو يكونوا حاضرين. فرانشيسكو توتي والساندر بيرو، انا سمعت صح؟ نعم انا سمعت صح، فرانشيسكو توتي والساندر ديلبيرو. توتي وديلبيرو عظيم، لان هم كمان ليهم شغل يعني ليهم ارتباطات وشغل خاص هنا في دوله الامارات، لان انت عندك يعني القنوات، احدى القنوات التلفزيونيه هنا دوله الامارات هي اللي بتديها الدوري الايطالي، هم كمان بيحللوا، ففي شغل يعني في حاجات متبادله منهم، فهيكونوا حاضرين مباراه السوبر يعني خلاص بكره، احنا عدينا الساعه 12 خلاص، زي ما بقول لك المباراه بكره ان شاء الله، ف هيكونوا موجودين ومن المفترض ان يكون طيب. في نجوم ابراهيم التانية. ابراهيم عايز اسالك على مستوى التشكيل المتوقع، هل في قرايات للتشكيل؟ هل اي من الانديه اظهر ملامح للتشكيل الاهلي او بيراميدز؟ انا كنت جاي لك اهو في الكلام، يمكن النادي الاهلي ملامح التشكيل اللي ظهرت النهارده هو التشكيل اللي لعب بيه امام الرجاء، يعني انا لو هقول لك تشكيل النادي الاهلي باستثناء بس المباراه الرجاء، ياسر ابراهيم لغايه النهارده
ما اتمرنش، بيتمرن تدريبات علاجية، ما نزلش التدريبات الجماعية، يمكن هو جاي مع الفريق لكن كل تدريباته علاجية تحت إشراف دكتور أحمد أبو عضل. لكن لو أكلمك عن تشكيلة النادي الأهلي في مباراة بيراميدز بكرة إن شاء الله، حمد الشناوي حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، وكمان الاثنين مساكين الموضوع ما فيهوش يعني ما فيهوش ايه انت بتخترع عشان ما فيش غيرهم اصلا. يعني لا قدر الله حصل لحد حاجه هتلاقي مع خالد عبد الفتاح هو اللي موجود، لان لغايه دلوقتي ياسر ما اتمرنش، ياسر بسبب الجزع اللي جاله في رجله في مباراه الرجاء ما اتمرنش. ديانج سليم، ديانج هيكون متواجد في المباراة. عندك نص ملعب ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية قدامهم بيرسي تاو وحسين الشحات ومهاجم وحيد اللي هو هيكون كهربا. الناحية الثانية، بيراميدز يمكن من خلال تدريب النهاردة المعلومات اللي وصلت لي، تدريب اللي اتمرنوه في الدفاع الجوي، الراجل ما عندوش غيابات غير علي جبر وأسامة جلال، جايب باللعيبة كلها زي ما أنا سمعتك كده قبل ما أدخل كنت بتتكلم على موضوع شريف اكرامي. فده طبعا يعتبر من الغيابات، يعتبر يعني هو مش يعتبر، هو اكيد غياب مؤثر على نادي بيراميدز من الناحيه الفنيه والمعنويه على فكره برضه، الدور اللي بيقوم بيه شريف اكرامي مع لاعبي الفريق. وهكلمك على عبد الله السعيد واسامه جلال بنفس التشكيله، انا المعلومات اللي جات لي اللي هي نفس التشكيله اللي لعب بيها ماتش الكونفدراليه الاخير امام الفريق الجنوب افريقي. كان عنده، ما كانش فيه تغييرات كتيرة في التشكيل، كان عنده إصابات لكن إصابات رجعت. شفنا فخر الدين بن يوسف بيشارك، وشفنا فخر اللقاي بيشارك، ما كانوش بيشاركوا قبل المباراتين اللي لعبوهم في الكونفدرالية. فدلوقتي بقى متوفر له راس حربة، يعني أنت هتشوف شكل غير اللي شفته في مباراة نهائي كأس مصر. المفروض هو يمكن كان بادئ بابراهيم عادل، يمكن المباراه كان بادئ بابراهيم عادل، وكان بادئ مصطفى فتحي، عبد الله السعيد، ورمضان صبحي. طب عبد الله السعيد نزل على ما اتذكر كان نزل اسلام عيسى. وفضلت كتير بتلعب بابراهيم عادل فيرود لغايه ما نزلت فخر الدين بن يوسف في الاخر، لكن ما كانش جاهز بنسبه 100%. انت عندك اللعيبه الفرادة بتوعك لا جاهزين، هيبقى جاهزه وهيكونوا موجودين ومتواجدين في قائمه المباراه. فلما تشوف تشكيل بيراميدز في اخر مباراه في الكونفدراليه بنسبة كبيرة جدا تعدي 95% هو اللي هيبدأ بيه أمام النادي الأهلي. إبراهيم كسر الدنيا واعمل شغل عظيم كعادتك، يعني مشوارك لسه طويل في هذه المناسبة الكبيرة والاحتفالية الكبيرة مباراة السوبر المصري. بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم عمر زميلنا المميز من الإمارات. طيب ده على مستوى التشكيل، خدوا بالكم الصور دي من الإمارات، وصول بيراميدز ليه الامارات منذ لحظات. انتوا عارفين هم اتحركوا من هنا تقريبا الساعه 6:30، عملوا مران في الدفاع الجوي، بعد كده سافروا مباشره، هيقدموا مران رئيسي فقط غدا، وبعد كده يلعبوا مباراه الجمعه. بصراحه عشان ابقى امين، يعني بيراميدز يشكر جدا انه انقذ الموقف وراعى الظروف، رغم انه ظروفه صعبه، ظروفه صعبة جدا، فريق مجهد جدا بدنيا بعد العودة من جنوب أفريقيا، فريق حالته المعنوية مش جيدة، ورايح يلعب النادي الأهلي في أفضل أحوال، ورايح يلعبه في بطولة، فموقف يحترم من نادي بيراميدز جدا، يستحق عليه كل الإشادة. وبرضه من ناحية تانية زي ما قلت في الأول خالص، هي فرصة عظيمة أيضا لبيراميدز من حيث لا يدري، ممكن يحصد بطولة يبحث عنها منذ خمس سنوات. يعني بالتوفيق لنادي بيراميدز، بالتوفيق للنادي الأهلي، وكالعادة أشقانا في الإمارات، استقبال رائع واستقبال محترم وتنظيم رائع وتنظيم محترم، كل حاجة بتبقى رائعة في الإمارات بصراحة، احتفالية بتبقى جميلة للجالية المصرية في الإمارات، للشعب الإماراتي، للشعب العربي، كل الناس تستنى مواجهة مصرية كبيرة، حاجة في منتهى الاحترام، أيضا يستحق دائما الإشادة. طيب نروح ليه تفاصيل المران الثاني للنادي الأهلي في الإمارات. النهاردة النادي الأهلي خاض مرانه الثاني في مدينة أبو ظبي مساء الأربعاء، هو المران اللي شهد حضور وليد سليمان نجم الفريق السابق والمعتزل حديثا، وليد كان موجود في المران. أيضا أدى لاعبو النادي الأهلي تدريبات بدنية مطولة في بداية المران، بجانب تدريبات بدنية متنوعة بالكرة، كما عقد مارس الكرة المدير الفني جلسة لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين. بالمناسبة الحالة البدنية اللي عليها النادي الأهلي مع مارس الكرة وجهازه المعاون حالة ممتازة جدا، يستحق عليها مارس الكرة للإشادة مع ضغط المباريات الكبير. يعني
مران الاهلي خضع خلاله حراس المرمى لتدريبات قويه تحت اشراف ميشيل يانكو، كما تدرب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح. منطقي. ختم النادي الاهلي مرانه الثاني في الامارات بتقسيمة كره قويه بين اللاعبين، حرص خلالها مارس الكره على تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه والفنيه التي يريد تنفيذها خلال المباراه. طيب، مارس كولر في اجتماعه مع لاعبي النادي الاهلي احنا اتكلمنا عنه منذ لحظات، تحدث عن بيراميدز بعد تحديده منافس للنادي الاهلي في هذه البطوله، وقال للعيبه ان احنا واجهنا بيراميدز منذ فتره قصيره في نهائي الكاس، وكان فيها المباراه كان فيها نديه كبيره وقويه. كولر كمان شايف ان المباراتين الاخيرتين لبيراميدز في بطوله الكونفدراليه الافريقيه امام فريق الجنوب افريقي مالومو جالانس كانوا مش معبرين عن اداء الفريق، وممكن تكون مرحله بس صعبه في هبوط المستوى، لكن التشكيله او قائمه بيراميدز هي قائمه قويه بحد او بحسب ما تحدث مارسيل كولر الى لاعبي النادي الاهلي، وقال لهم ان هم هيخشوا المباراه اللي هو بيراميدز يعني بضغوط اقل، عشان هم ما كانتش البطوله في حسبانهم، لو خسروا ما حدش هيلومهم عشان خاطر هم جايين ينقذوا موقف، وبالتالي هيلعبوا بضغوط اقل وده ممكن يخليهم يظهروا بشكل افضل. النهارده كنا بنسرش انا وزمايلي، شفنا ناس كتيره انسحبت من السوبر، او انديه كتيره انسحبت من السوبر المصري، بطوله غريبه قوي رغم ان هي بطوله كبيره وبطوله مهمه في العالم كله، بطوله السوبر دي بطوله مهمه بس كان فيها اعتذارات وانسحابات كثيره. تعالوا اقول لكم لما فريق بينسحب من السوبر ويخش مكانه فريق بديل، البديل ده بقى بيعمل ايه في مباريات السوبر؟ تعالوا نشوف. في عام 2001 غزل المحله شارك في هذه البطوله بدلا من الاهلي امام نادي الزمالك وخسر 2-1، ادي كده اول واحد دخل كبديل وخسر. عام 2002 المقاولون العرب شارك كبديل من الاسماعيلي امام نادي الزمالك وخسر 1-0، ادي ثاني بديل خسر. عام 2006 انبي شارك بديلا عن الزمالك امام النادي الاهلي وخسر 1-0، ادي ثالث بديل خسر. عام 2007 الاسماعيلي شارك بدلا من الزمالك امام الاهلي وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وياتي رابع بديل خسر. يعني بيراميدز ما ياخدش الكلام ده، او ممكن ياخده من الحته الايجابيه انه يبقى اول بديل يفوز بكاس السوبر. التاريخ بيقول ان البديل بيخسر في كاس السوبر، لعل وعسى بيراميدز يكسب يبقى اول بديل كسب البطوله. يعني انا اقصد بس ان الارقام دي مش معناها ان احنا بنهبط بيها بيراميدز، لا، انت ممكن من ناحيه ثانيه تشوفها ان انا ابقى اول بديل يخش هذه البطوله ومن حيث لا ادري اخذ البطوله. عندنا الحاجه التاريخيه العالميه التي نتحدث عنها دائما، منتخب الدنمارك لما شارك في 92 في اليورو كبديل، فريق كان ما كانش موجود او ما كانش صعب من التصفيات وشارك في هذه البطوله وكسب البطوله في الاخر، طبعا جيل بيتر شمايكل العظيم. فكل الامور وارده، طبعا طبعا هتفضل الافضليه للنادي الاهلي بحكم التاريخ وحكم الحاله الفنيه الحاليه وحكم الحاله المعنويه، ولكن بيراميدز ايضا مش منافس سهل، بالتاكيد مش منافس سهل. طيب، رابطه الانديه المصريه رفضت تاجيل مباراه للاهلي مع حرس الحدود بالدوري، مقرر لها يوم 9 مايو الجاري، يعني بعد 4 أيام من مباراه السوبر، خاصه بعد تحديد يوم 13 من نفس الشهر موعدا لمباراة الترجي التونسي بدوري الأبطال. الأهلي هيواجه حرس الحدود في المباراة اللي جاية في الدوري الممتاز، وبعد كده يواجه الترجي إن شاء الله. تعالوا نشوف كمان باقي أخبارنا. ده بالنسبة للنادي الأهلي. الزمالك كمان بيقرر مخاطبة نادي ميتلاند الدنماركي، خلاص بشكل واضح بشكل واضح الزمالك عايز امام عاشور، فالزمالك قال لك طب ما نكلم ميتلاند نشوف دماغهم فيها ايه، ناويين يبيعوا اللاعب، ناويين يعيروا اللاعب، هيشوفوا. بس لو انت هتسال نادي الزمالك لو عايز او هياخد امام عاشور هيفكر في استعارته، شراؤه دلوقتي صعب، صعب جدا. 3 مليون يورو كان الزمالك خد المقابل بتاع امام عاشور من ميتلاند من 3 شهور، ميتلاند مش هيقول للزمالك خد امام عاشور ببلاش، هيقول له هات ال 3 مليون الاول، فالزمالك هل ال 3 مليون متاحين دلوقتي؟ لا،
وبالتالي الزمالك بيفكر في استعاره امام عاشور. ماشي. كمان في نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك بيسعون لتحقيق اي استفاده من وراء لاعب الفريق يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه عقده بينتهي بنهايه الموسم الحالي، هما بيحاولوا يجددوا عقد يوسف اسامه نبيه عشان يبيعوه او يعيروه، يعني عشان لو اللاعب بيفكر يرحل الزمالك يستفيد ماليا. بس ده يحصل ازاي لو الزمالك جدد عقده؟ عشان عقده ينتهي بنهايه الموسم الحالي. يوسف اسامه نبيه في الفتره دي عقده مع الزمالك 70,000 جنيه في الموسم، والزمالك عرض عليه في التجديد 2 مليون جنيه في الموسم، واللاعب حتى هذه اللحظه يرفض هذا المقابل المادي. هل يرحل يوسف اسامه نبيه عن الفريق بشكل مجاني مع نهايه الموسم، ولا الزمالك يقدر يجدد له عقده؟ الله اعلم. خلينا نشوف الايام اللي جايه هتقول ايه. الزمالك كمان بيستقر مبدئيا على رحيل عبد الله جمعه في نهايه الموسم على سبيل الاعاره. وكان جه لنادي الزمالك طلب من نادي الاتحاد انه يستعير اللاعب في الموسم الجديد، ونادي الزمالك مش مرحب قوي بقصه الاتحاد السكندري. تعرفين اللي حصل في صفقه مروان عطيه، وحصل زي مثلا اختلاف في وجهات النظر بين نادي الزمالك والاتحاد في هذا الامر، فالعلاقه مش في افضل احوالها. ولكن عودتنا الكوره في مصر ان هي العمليه كلها ايام، يعني النهارده تبقى زعلان مني، بكره بتحبني، بعده هتبقى زعلان مني، بعده بتحبني، وهكذا. فما نعرفش بكره في ايه، ممكن الامور ترجع لمجاريها، والمفروض انها ترجع لمجاريها. نادي الزمالك الكبير، نادي الاتحاد الكبير، لازم العلاقه تبقى عظيمه دائما. طيب. الزمالك كمان قرر عوده مدافعه محمود علاء من نادي الاتحاد بعد نهايه اعارته بنهايه الموسم. الزمالك شايف ان محمود علاء هيبقى مهم والفريق في حاجه ليه في الموسم الجديد، وبصراحه محمود علاء عمل موسم جيد جدا مع الاتحاد منذ انتقاله للفريق السكندري في وضع كان صعب ليه مع الزمالك. خد بالك انه محمود علاء خارج من نادي الزمالك وكاسي. الزمالك كمان بيقرر مخاطبه نادي ميتلاند الدنماركي. خلاص بشكل واضح، بشكل واضح الزمالك عايز امام عاشور، فالزمالك قال لك طب ما نكلم ميتلاند نشوف دماغهم فيها ايه. ناويين يبيعوا اللاعب؟ ناويين يعيروا اللاعب؟ هيشوفوا. بس لو انت هتسال نادي الزمالك لو عايز او هياخد امام عاشور هيفكر في استعارته. شراؤه دلوقتي صعب، صعب جدا. 3 مليون يورو كان الزمالك خد المقابل بتاع امام عاشور من ميتلاند من 3 شهور. ميتلاند مش هيقول للزمالك خد امام عاشور ببلاش، هيقول له هات ال 3 مليون الاول. فالزمالك هل ال 3 مليون متاحين دلوقتي؟ لا. وبالتالي الزمالك بيفكر في استعاره امام عاشور. ماشي. كمان في نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك بيسعون لتحقيق اي استفاده من وراء لاعب الفريق يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه عقده بينتهي بنهايه الموسم الحالي، هما بيحاولوا يجددوا عقد يوسف اسامه نبيه عشان يبيعوه او يعيروه، يعني عشان لو اللاعب بيفكر يرحل الزمالك يستفيد ماليا. بس ده يحصل ازاي لو الزمالك جدد عقده؟ عشان عقده ينتهي بنهايه الموسم الحالي. يوسف اسامه نبيه في الفتره دي عقده مع الزمالك 70,000 جنيه في الموسم، والزمالك عرض عليه في التجديد 2 مليون جنيه في الموسم، واللاعب حتى هذه اللحظه يرفض هذا المقابل المادي. هل يرحل يوسف اسامه نبيه عن الفريق بشكل مجاني مع نهايه الموسم، ولا الزمالك يقدر يجدد له عقده؟ الله اعلم. خلينا نشوف الايام اللي جايه هتقول ايه. الزمالك كمان بيستقر مبدئيا على رحيل عبد الله جمعه في نهايه الموسم على سبيل الاعاره. وكان جه لنادي الزمالك طلب من نادي الاتحاد انه يستعير اللاعب في الموسم الجديد، ونادي الزمالك مش مرحب قوي بقصه الاتحاد السكندري. تعرفين اللي حصل في صفقه مروان عطيه، وحصل زي مثلا اختلاف في وجهات النظر بين نادي الزمالك والاتحاد في هذا الامر، فالعلاقه مش في افضل احوالها. ولكن عودتنا الكوره في مصر ان هي العمليه كلها ايام، يعني النهارده تبقى زعلان مني، بكره بتحبني، بعده هتبقى زعلان مني، بعده بتحبني، وهكذا. فما نعرفش بكره في ايه، ممكن الامور ترجع لمجاريها، والمفروض انها ترجع لمجاريها. نادي الزمالك الكبير، نادي الاتحاد الكبير، لازم العلاقه تبقى عظيمه دائما. طيب. الزمالك كمان قرر عوده مدافعه محمود علاء من نادي الاتحاد بعد نهايه اعارته بنهايه الموسم.
الزمالك شايف ان محمود علاء هيبقى مهم والفريق في حاجه ليه في الموسم الجديد. وبصراحه محمود علاء عمل موسم جيد جدا مع الاتحاد منذ انتقاله للفريق السكندري في وضع كان صعب ليه مع الزمالك. خد بالك انه محمود علاء خارج من نادي الزمالك وكثير 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 من الانتقادات كانت عليه مع أدائه في الفريق فريق نادي الزمالك. محمود علاء يبقى مدافع دولي، مدافع كبير، قدم مباريات كبيرة، قدم بطولات عظيمة، وقدم مواسم كبيرة مع نادي الزمالك. الحالة في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك قبل الانتقال للاتحاد ما كانتش أفضل شيء. تحسن جدا مع الاتحاد، فأكبر نادي الزمالك على الموافقة على عودته بنهاية الموسم. وده اللاعب بالعقلية اللي بحترمها، ان انت ممكن تطلع من الاهلي او الزمالك تيأس فمستواك يهبط اكتر. لا، انت المفروض لما تطلع من الاهلي او الزمالك كعارة مستواك يتحسن اكتر عشان تعود تاني لفريقك. فده اللي عمله محمود علاء النهاردة في الدوري الممتاز. مباراة كبيرة جدا بين فريق أسوان والمصري البورسعيدي. أسوان كسب النهاردة 3-1 رغم تقدم جريندو للمصري في الدقيقة 14 من ضربة جزاء، بس قدر أسوان يتعادل سريعا عن طريق محمد زكي أيضا من ضربة جزاء في الدقيقة 20. يعني بتكلم في 7 دقائق كان في ضربتين جزاء. ده جريندو وده محمد حمدي زكي، وهكلمكم شوية على محمد حمدي زكي بس لما نخلص الأهداف. يعني أيمن رمادي كالعادة عامل أداء رائع جدا مع أسوان، تفوق النهاردة طولا وعرضا على الكابتن الكبير كابتن حسام حسن فنيا في أرض الملعب. محمد حمدي زكي هو صاحب الهدف الثاني أيضا لأسوان في الدقيقة 38 أمام حضراتكم، وكان عنده فرصة كمان بالمناسبة أنه يسجل هاتريك النهاردة لولا سوء التوفيق بهجمة خطيرة جدا مع نهاية المباراة. بعد كده بلال السيد سجل الهدف الثالث لفريق أسوان في الدقيقة 45 عشان تنتهي المباراة. على فكرة معلش الهدف ده هنقف عنده كتير قوي. تعالوا يا جماعة لو نقدر نرجعه شوية. الجول ده فيه كمية سذاجة وأخطاء فنية. أنا قعدت أقول إيه يا ترى الكابتن حسام حسن هيقول إيه لعيبة المصري. قلت هيعمل ايه بين الشوطين؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني لازم ينتقد كثيرا مدافعي نادي المصري في الهدف الثالث. انت بتتكلم في 5 أو 6 لاعبين من المصري داخل منطقه الجزاء بلا وجود للاعبي فريق اسوان، ولاعب يجي من الخلف هو بلال السيد من خارج منطقه الجزاء يستلم الكره ويسجل هدف وسط 6 مدافعين من المصري مش شايفين لاعب اسوان الوحيد داخل منطقه الجزاء. لو نعيد الهدف تاني يا جماعة عشان نتحدث عنه بشكل فني. الكرة دي بتحصل كتير في الكرة المصرية بالمناسبة. احنا عندنا مدافعين بيبصوا دايما على اللي معاه الكورة، ما بيبصوش على اللي حواليهم. ده خطأ كبير جدا وخطأ ساذج جدا، وفي يعني السذاجة الكبيرة في الدفاع تحديدا. معظم اللاعبين على فكرة ومعظم الفرق، مش بتكلم عن مصر، بص الكرة دي عد بقى يعني ارجع شوية ارجع بقى قبل ما اللاعب بتاع اسوان اللي هو بلال السيد قبل ما يسجل الهدف هتلاقي انه في 5 6 من اسوان من المصري واقفين في خط الدفاع ولاعب بس من اسوان هو اللي واقف لوحده. فانت صعبه يعني صعبه. طيب خلاص عشان هي يبدو انها مش جاهزه معانا او مش هنعرف نهديها شويه بس حضراتكم اكيد شفتوها يعني. واحد من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية اسمه بدأ يتردد كثيرا في وسائل الإعلام المصرية هو اللاعب مصطفى أشرف، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، لاعب من أصول مصرية عنده الجنسيتين المصرية والألمانية، كان موجود في المعسكر قبل الماضي للمنتخب الأولمبي مع ميكالي وجهازه المعاون. دي لقطات للاعب، لاعب وسط فريق بروسيا مونشنجلادباخ، هو أساسي مع فريق الشباب وتصعب بعض الأوقات مع الفريق الأول، شارك معهم في التدريبات ولم يشارك أساسي مع الفريق الأول، ولكن من اللعيبة الواعدة جدا في ألمانيا. وخيرا فعل المنتخب المصري الأولمبي أنه على الأقل ضمه وشافه في إحدى المعسكرات. معنا عبر سكايب الآن مصطفى أشرف لاعبنا المصري لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني. مصطفى
صباح الخير، مشرفنا ومنورنا برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. هلو اخويا مشتاق سوزان. يسعدني وجودي معاكم النهارده. انا حابب قبل ما نخش على تفاصيل منتخب مصر الاولمبي وانضمامك ليه نتعرف اكتر عليك، بدايتك مع الكوره، سافرت امتى المانيا، الفرق اللي انت اشتغلت معاه قبل بروسيا مونشنجلادباخ، مركزك الاساسي ايه اللي بتلعب فيه اكتر وقت، بحيث ان الجماهير المصريه تتعرف عليك اكتر. Ja, also ich bin Mustafa Aschraf, ich bin 19 Jahre alt, 2004 geboren. Ich spiele bei Borussia Mönchengladbach seit 10 Jahren. أنا اسمي مصطفى أشرف، مواليد سنة 2004، عندي 19 سنة حاليا وبلعب في نادي مونشنجلادباخ. كنت في البداية بلعب في نادي دويسبورغ. وتم انتقالي مؤخرا الى نادي مونشنجلادباخ، ومن الممكن ان استمر في هذا النادي لفتره اطول الفتره القادمه. هل صعدت لي الفريق الاول في اي من اللحظات مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ ولا بتلعب فقط مع فريق الشباب؟ Nein, das ist so, dass ich in der ersten Mannschaft trainiere andauernd. Hauptsächlich bei der ersten Mannschaft bin, die Spiele aber meistens bei der zweiten Mannschaft machen. هو حاليا بيلعب في الفريق الأول بصفة أساسية. هايل. Ich habe allerdings aber auch schon drei Spiele für Borussia Mönchengladbach erste Mannschaft gemacht. لعب ثلاث مباريات للفريق الأول. Bayern München, SC Paderborn وضد بايرن ميونخ على سبيل المثال وبعد الفرق الفرنسية. طيب احكي لي بقى ازاي حصل انضمامك او استدعائك لمنتخب مصر الاولمبي، مين تواصل معاك؟ وخلال الفترة اللي تواجدت فيها مع المنتخب المصري الأولمبي كان رأي الجهاز الفني وعلاقتك مع اللاعبين والجهاز الفني كانت عاملة ازاي؟ Ja, der Trainer hat sich mit mir auseinandergesetzt, mich in Kontakt gesetzt, White Arriot, Captain White Arriot. Ja, er ist auf mich zugekommen. تم التواصل معي مباشرة بداية مع السيد وائل رياض المدرب. تم التواصل بشكل أساسي مع السيد وائل رياض المدرب، هو الذي تواصل معي بصفة شخصية للقدوم إلى مصر واللعب في المنتخب المصري. أنت فعلا جيت مع إحدى المعسكرات مع المنتخب الأولمبي مظبوط؟ طيب الاتصال قطع، هنرجع تاني ليه. مصطفى اشرف لاعبنا المصري صاحب الاصول المصريه الالماني الجنسيه مع الجنسيه المصريه، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، وقال كمان ان هو لعب بعض المباريات كاساسي مع الفريق الاول. حلو ان احنا نستفيد من اللاعبين دول. انا ما اعرفش خلال تواجده في معسكر مع منتخب مصر الاولمبي هل اعجب بيه ميكالي ولا لا. خد بالك انه اللاعبين في المرحله السنيه دي مش شرط يقدموا لك افضل شيء، بس مهم جدا انك تفضل مخليهم معاك بحيث انك تضمن ان شاء الله في المستقبل ان هو يبقى لاعب للمنتخب المصري على مستوى كل المنتخبات، منتخب اولمبي وايضا منتخب اول. انت بتتكلم في منافسه بين المنتخبات اللعيبه اللي بتحمل الجنسيتين. طيب مصطفى ارجع لنا مره اخرى. مصطفى انت تواجدت في احدى المعسكرات مع المنتخب الاولمبي مظبوط؟ Ja, ich war tatsächlich schon zweimal da, einmal für die U20 und einmal für die U23 und تواجدت لمدة مرتين في مع المعسكر المصري في معسكرين تدريبيتين، وكانت فرصة طيبة أن أنا أتواجد هنا وأحظى بهذه الفرصة للتدريب مع المعسكر مع المنتخب المصري. العلاقة بينك وبين المدير الفني شايف أنه فيها علاقة تفاهم، شايف أن أنت قدمت معسكر محترم، هل تتوقع أنك تبقى موجود من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي في الفترة القادمة؟
von meiner Seite aus würde ich auf jeden Fall sehr gerne für Ägypten weiterspielen. Wie schon gesagt, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen dort gemacht, auch mit den Trainern und allgemein mit dem ganzen Trainerstab. 1A-Kommunikation, also hat alles gepasst und gestimmt und أستطيع hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall da zu sein. بالفعل أستطيع أن أقول أن التجربة كانت جيدة للغاية، وكان التواصل على مستوى عالي جدا من الجودة مع المدرب المصري، ولم توجد أي مشكلات في التواصل أو في التدريب أو في أي شكل من أشكال التواصل الفني أو الإداري أو التدريبي مع المدرب المصري. عظيم جدا. في المقابل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من المدربين اللي بيبحثوا دايما عن اللاعبين الشباب الموجودين في أوروبا، هل حصل بينك وبين المنتخب الأول أي تواصل في الفترة الماضية؟ Habe ich nicht verstanden. Nochmal. Für die erste Nationalmannschaft? Ja, also es gab Kontakte, ja, aber jetzt nichts Konkretes. Es gab auf jeden Fall Kontakte. بالفعل تم التواصل ولكن لم يتم التوصل إلى شيء محدد وشيء قاطع بشأن عملي أو انضمامي لصفوف المنتخب المصري. في ألمانيا هل هناك تواصل بينك وبين لاعبنا المصري عمر مرموش وهو يقدم أداء أيضا مميز جدا في الدوري الألماني؟ Keinen konkreten Kontakt, nein, aber wir kennen uns auf jeden Fall. Wir sind beides Ägypter, die ägyptische Herkunft haben und in Deutschland spielen und deutsche Mannschaften vertreten. لا يوجد Riesenspieler, ich halte viel von ihm und ja. لا يوجد تواصل بشكل رسمي ولا يوجد تواصل بشكل شخصي مع سيد عمر مرموش، ولكن نحن الاثنين بنعتبر مواطنين مصريين ولنا أصول مصرية وبنعمل وبنلعب في المنتخب الألماني، وبالتالي لدينا ما يجمعنا ولكن لم يتم التواصل بشكل شخصي بينه وبينه. طيب المنتخب الألماني بصفتك تحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، هل تواصل معك المنتخب الألماني في أي مناسبة من المناسبات القليلة الماضية؟ Ja, also ich habe viele Einladungen bekommen, oft mit dem Trainer von der deutschen Nationalmannschaft trainiert. Die Wahl aber gehabt zwischen Ägypten und Deutschland und dann habe ich auf jeden Fall Ägypten nicht warten lassen und gesagt, dass ich für mein Heimatland spielen will und werde. بالفعل تلقيت دعوات كثيرة من المنتخب الأول الألماني للعب والانضمام لصفوف المنتخب الأول الألماني، ولكن المسألة لا تزال حتى الآن تحت المفاوضات. مفاوضات. طيب هل تتابع الكرة المصرية، تتابع الأندية المصرية، تتابع المسابقة المصرية أم لا تتابع الكرة المصرية على مستوى الفرق والدوري المصري؟ Doch, in letzter Zeit tatsächlich schon, weil ich, als ich in Ägypten war, viele Freunde gemacht habe, neue Bekanntschaften gemacht habe, die ägyptischen Mannschaften vertreten. Und das hat immer mehr mein Interesse geweckt, meine Freunde und Kollegen zu sehen, wie sie spielen, wo sie spielen und sie zu unterstützen. بالفعل أنا لدي كثير من الأصدقاء المصريين أتابع الأندية المصرية، ولدي كثير من الأصدقاء والمعارف المصريين الذين يلعبون لأندية مصرية محلية وبيحكوا لي كثيرا عن تجاربهم، وأنا مهتم بمزيد من الحماس أن أنا أتابع المزيد من المباريات في الدوري المصري والأندية المحلية. هل لديك فريق مفضل في مصر؟ Nochmal? Ich sag mal so, ich feiere beide, ich feuer beide an, ich feuer alle Mannschaften an, solange es mein Heimatland ist. هو بيؤيد وبيشجع جميع الأندية المحلية بصفة عامة يعني. مصطفى أشرف اللاعب ذو الأصول المصرية لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونتمنى ليك التوفيق إن شاء الله مع منتخبنا الوطني الأولمبي خلال الفترة القادمة. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني محمد خليفة ومحمد جمال نتكلم شوية
عن مباراة الأهلي وبيراميدز، مباراة السوبر يوم الجمعة القادمة. خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة. الأصدقاء الأعزاء المميزين جدا، حلو قوي ان هم يبقوا معايا النهارده في اخر حلقه قبل مباراه السوبر يوم الجمعه. بالمناسبه احنا مع حضراتكم في مباراه السوبر في حلقه يوم الجمعه ان شاء الله، حلقه استثنائيه لمباراه السوبر، بس من حسن الحظ ليتحدث عن الاهلي ويتحدث عن بيراميدز النهارده قبل هذه المواجهه الكبيره. هم الاثنين الرائعين محمد خليفه ومحمد جمال. خليفه مشرف ومنور كالعاده. بنورك يا كريم، وانا انت وحشني شخصيا. انت وحشني يعني. جدا كالعاده. اخبارك ايه؟ والحمد لله، وطبعا انا سعيد دايما ببقى في حبيبي يا خليفه. نجيم منور الدنيا كالعاده. منور مكانك. مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده ومع خليفه طبعا النهارده. كل الامور كويسه زي الفل الحمد لله. انا اسالكم سؤال مبدئيا كده، الاهلي وبيراميدز، بيراميدز من جاي من البيت، تعالى العب مباراه سوبر ومباراه مهمه ومباراه بطوله. النادي الاهلي في المقابل، عشان بس برضو ما حدش واخد باله من القصه دي، لو الراجل اللي اسمه مارسيل كولر دوت بيحضر لمواجهه الزمالك ومواضع القوه في الزمالك ومواضع الضعف في الزمالك، فجاه قالوا له خد بيراميدز بدل الزمالك، فهي المواجهه فنيا فيها خلل تكتيكي سريع، يعني محتاج شغل كبير قوي من كولر وشغل كبير جدا من باشيكو قبل هذه المواجهه. في رايي انا لو ان هي المواجهه هتبقى اصعب على باشيكو طبعا طبعا، مفيش خلاف. فريقه خرج من بطوله الكونفدراليه، دي الجزء المعنوي كمان عنده، مش ما كانش عامل في حسابات مباراه. يعني كولر طبعا بيحضر للزمالك، بس هو بيحضر لمباراه كبيره، وبعدين جاله بيراميدز اوريدي مباراه برده كبيره. طبعا في اختلاف كده، ولكن هو لسه مواجه بيراميدز في الكاس وبيراميدز لسه مواجه الاهلي في الكاس. ما انا بتكلم على التحضير نفسه الفني، صح، اللي هو نقطه انا هلعب الخطه ازاي، هعمل ايه تكتيك حاجه، دي نقطه مش متاخدش وقت كبير من كولر. انما باتشيكو وفريقه بيراميدز هو كان بره الماتش اساسا، انت تيجي بقى تعالى العب ماتش، ممكن عوامل بدنيه تكون مؤثره اكتر على بيراميدز، وخصوصا ان المباراه فيها وقت اضافي كمان، صح. يعني لو في تعادل هيبقى في وقت اضافي، يعني هو جاي من 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 جنوب افريقيا من يومين وخسران كونفدراليه، يعني عنده مشكله بدنيه وعنده بالتاكيد مشكله معنويه، وعنده مشكله معنويه ثالثه انه اخر مباراه بينه وبين الاهلي في نهائي الكاس فهو خسرانه، ففي ثلاث ضغوطات عليه في هذه المواجهه دي اكبر. وفي نقطه، في ناس بتتكلم دايما على نموذج الدنمارك اللي هي كانت جايه لسه من البيت من شويه 92، بس هي فيها اختلاف شويه. انت ما بتيجي تلعب بطوله فبتبدا تاخد ماتش تدريجياً، ممكن تخش اجواء البطوله، انما تيجي تلعب مباراه بطوله دي ولكن الاهميه نفسها عند بيراميدز هتبقى كبيره اكبر من الاهلي. الاهلي مثلا هي بطوله السوبر، هي البطوله مثلا سي الاهلي بيلعب على دوري ابطال افريقيا والدوري، اكبر بطولتين، في اختلاف في التقييم بينهم. يعني في ناس بتبص كل نادي ساعات بيبقى ليه اهدافه، يعني ممكن السيتي مثلا عنده دوري الابطال اهم من الدوري، صح. يعني في انديه ما بيبقى غايب عنها زي ليفربول مثلا كان بيتشوق للدوري وهو كان محقق دوري ابطال مرتين. كنت حاضر مؤتمر صحفي لمحمد صلاح في 2017 2018، سالوه انت عايز تاخد دوري الابطال ولا الدوري، قال لهم انا بحب دوري الابطال بس جماهير ليفربول ما عايزه الدوري. ايوه بيختلف يعني دايما انا في رايي انا اقوى بطولتين اي نادي بيلعب عليهم دوري الابطال والدوري، وبتختلف بقى اهداف النادي اذا كان مين وحش البطوله اكتر وكذا، وبعديهم بيجي الكاس وبعد كده السوبر، صح. طيب فالبطوله بنفسها من اهميتها للاهلي تيجي اقل طبعا، كانت هتبقى اكبر لو هو بيواجه الزمالك، لان مواجهه الفريقين الكبار ليها حسابات معنويه ثانيه. بيراميدز بالنسبه له البطوله اول بطوله في تاريخ النادي، هي مكافاه 5 سنين، الاهميه عند بيراميدز اكبر، يعني اهميه المباراه والدوافع النفسيه عند بيراميدز اكبر، ولكن فنيا زي ما قلت كده ان الاهلي هيكون داخل المباراه بافضليه فنيه وبدنيه، صحيح. واعتقد ان افضليه الاهلي في الدوري اصلا الفنيه اكبر كتير من بيراميدز، وافضليته بقى البدنيه كمان هتكون حاسمه. فانا في رايي انا ان الماتش هيبقى في متناول الاهلي بشكل اكبر، الا طبعا ان الكوره فيها 90 دقيقه والتفاصيل وكذا، ولكن انا شايف ان المباراه اسهل للاهلي كتير من بيراميدز. طيب تعال نبدا جيمي بالاهلي بقى. النادي الاهلي الفتره الماضيه، الفتره مش القليله، احنا بنتكلم في شهر او شهرين، مباريات مثلا السبعه او الثمانيه الاخاره مع مارسيل كولر، تحس انه بدا يحط قوام اساسي، بدا يبقى في شغل فني مفهوم وواضح جدا لمارسيل كولر. بتفتكر البدايات بتاعت مارسيل كولر كان بيغير كتير، كان بيغير في طريقه اللعب، كان بيغير في الشكل التكتيكي كمان في ارض الملعب. دلوقتي لا، بقيت تفهم النادي الاهلي اكنك بتتفرج مثلا على ريال مدريد، فانت فاهم انشيلوتي بيلعب ازاي، بتتفرج على السيتي، لا سيبك من السيتي عشان جوارديولا ما حدش بيفهم هو بيعمل ايه، بتتفرج على اي فريق في العالم هتقدر تفهم هو شكله عامل ازاي. الاهلي دلوقتي بقى بالشكل ده، انه بقى فريق واضح جدا للكل. مرحله التمرس بتيجي بعد الاجاده، كولر بيجيد من بدايه الموسم، كولر قدر يعمل ريكورد وران ممتاز، حصل له شويه تعثر معتاد من النادي الاهلي مش من كولر في دور المجموعات، لكن الراجل بيلعب لاتحاد المنستيري الفريق قوي جدا، وصيف الدوري التونسي في دور 32 من دوري ابطال افريقيا، بيتجاوزه ذهابا ايابا منذ توليه المسؤوليه، فالراجل بيجيد.
احكم سيطرته على الدوري تماما على كل المواجهات المباشره المحليه، والراجل بيجيد تماما. بنتكلم دلوقتي على المرحله اللي بتتكلم عليها كريمه، مرحله التمرس. الراجل بدا يحط ايده على كل شيء، مش بس على قوام اساسي، لا الراجل بيحط ايده على كل شيء، امكانيات اللاعبين، عيوب اللاعبين، مين يقدر يديله ده. كمان قدر انه يلجم من شهوته الهجوميه. هو راجل من المدرسه الهجوميه جدا، حتى مع منتخب النمسا ومنتخب من المنتخبات الصغيره في اوروبا، هي دي فلسفته وهي دي طبيعته وهي دي طريقه لعبه. الراجل حول ده، قدر يلجم ده بشكل كبير خلال المواجهات الكبرى. قدام بيراميدز في الكاس عمل ده، قدام بيراميدز في مواجهه الدور الاول 3-0 عمل ده، ترك الاستحواذ وقت ما كان بيتولى المسؤوليه تاكيز جونياس والاستحواذ الكبير اللي بيعمله بيراميدز في كل المباريات، عمل ده قدام الرجاء في القاهره ثم قدام الرجاء في المغرب. قادر انه حتى في المواجهات الكبيره لجم كتير من انطلاقاته الهجوميه والشكل الهجومي اللي بيشتغل بيه مارسيل كولر. طيب. النادي الاهلي قبل ما تنقل انه النادي الاهلي، لا هو الراجل وصل الى مرحله التمرس. تعليقا على قصه بيراميدز، بيراميدز امامه فرصه العمر تحت ضغوط كبيره جدا من ملاك النادي، انه حتى هذه اللحظه لم يستطع بيراميدز انه يتوج ببطوله. جات له الفرصه من حيث لا يدري، انتهى موسمه الافريقي بخروج حزين مخيب للامال امام مارومو جلانس المنافس الضعيف جدا من الدوري الجنوب افريقي، خسر الكاس امام النادي الاهلي قاب قوسين او ادنى من خساره الدوري. فجات له الفرصه من السماء انه يحاول ان يعدل من موقف. زي ما مارسيل كولر قال للاعيب النادي الاهلي، هو الضغوط عليه اقل، وانا جايبني ما حدش مطالب مني حاجه، انا كده كنت هشارك في البطوله، انا بشارك فيها بس عشان انقذ موقف، فخسرت مش هيبقى مشكله، لو كسبت بقى انجاز تاريخي لبيراميدز انها تبقى اول بطوله تحط في الدوري. بيراميدز دائما منذ انشاء نادي بيراميدز، او بمعنى ادق منذ انضمام عبد الله السعيد لنادي بيراميدز، غياب عبد الله السعيد مؤثر جدا عن غياب اي لاعب عن اي فريق اخر. يعني لما عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز الحياه بتتغير في بيراميدز. كيف يعوض باتشيكو غياب بيراميدز؟ ايه هي نقاط القوه اللي هيشتغل عليها باتشيكو في غياب عبد الله السعيد؟ في غياب عبد الله السعيد بيراميدز بيفقد كتير جدا من فرصه في بناء اللعب العادي وصناعه هجمات من بناء اللعب العادي، لان بيراميدز بيفتقد عبد الله اللي هو محور ادائه كله في بناء اللعب نفسه في الهجمات، صناعه الفرصه ان احنا بنتدرج بالكوره وبنطلع من المرحله الاولى اللي انا بعمل فيها لغايه لما تبقى هجمه كانت دايما بتمر على ارجل عبد الله السعيد. ده من وقت ما كان في الاهلي، حتى كان جمهور الاهلي كان بيزعل جدا ساعتها من الكابتن حسام البدري، انا يعني بمناسبه استضافتك ليه، انه كان في اعتماد كتير على عبد الله السعيد، وكانت تصريحاته دايما ان هو اللي هو اللي ملوش بديل كانت ساعتها، وجمهور الاهلي كان بيشوف ان مفيش حد ما ينفعش يتقال عليه كده. انا اسف المقاطعه بس عشان دايما بذكر دي، انا اعتقد التحول الكبير في شكل التكتيكي والخططي والاداء بتاع عبد الله السعيد حصل في فتره حسام البدري مع النادي الاهلي. عبد الله السعيد قبل حسام البدري حاجه وبعد حسام البدري حاجه تانية، عشان هو كمان اشتغل على الامور التكتيكيه، عشان كده بقى عبد الله السعيد واحد من اهم اللعيبه التكتيكيه. هو كان ليه فتره توهج حلوه جدا في الاسماعيلي، راح الاهلي حليف وجميل ظل ابو تريكه بقى يعني الكبير، انت بتيجي جاي تعوض ابو تريكه فما فيش حد هيعوض ابو تريكه، ففتره كومون كده لعبد الله السعيد انتعش تاني مع حسام البدري. صح. وبدا يظهر بشكل كبير جدا. فهو انا بتكلم فغيابه كان بيؤثر عن الاهلي، فما بالك بغيابه عن بيراميدز، فمؤثر جدا. عشان كده بيراميدز انا في رايي انا في مباراه الكاس ما عملش خطوره في مباراه الاهلي، كل المحاولات بتاعته كانت في محاوله في الشوط الاول لعبد الله السعيد، بقيه المحاولات كلها كرات ثابته. ودي اعتقد في وجود علي جبر اللي هيرجع تاني لبيراميدز من الغياب، ما كانش متاح في مباراه الكاس، هيكون احد الحلول اللي بيراميدز هيلجا ليها. بيراميدز تعالى نشوف يا كريم، ما بيعتمدش في الكرات الثابته على التركات اللي بتتعمل على العالم القريب والحاجات دي، هو بيلعب الكوره يا يعني اما في الزون بتاعه الجون اللي هي في نقطه مواجهه نقطه الجزاء يا على البعيده. تعالى نشوف ده من مباراه الزمالك في الدوري، هنا بيستخدم محمد حمدي على القائم البعيد دايما بيراميدز، ما فيش حد بيطلع القريب. بص هنا مباراه الزمالك في الدوري برضه هيستخدم علي جبر في المنطقه البعيده اللي هي مواجهه للجون او القائم البعيد. كمل برضه اللي بعديها، دي كانوا كورتين متتاليين في لقاء الزمالك في الدوري اللي خلص 1-0 للزمالك لعلي جبر، في استخدام علي جبر. تعالى برضه ماتش الاهلي في الدوري اللي خلص 3-0 استخدام علي البعيده، وممكن تروح لعلي، سواء ممكن علي يكون المستقبل الاول ليها او محمد حمدي. في التركه بتاعه استخدام محمد حمدي اللي هو بيبقى انت شايفه مش طويل بس هو اجادته للكرات الراسيه جيد جدا فبيستخدمه. فهنا بقى تعالى بص هنا لمباراه الاهلي في الكاس، غير الجون كان في خطوره، بورتو دايما استهداف القائم البعيد الاقل في التركيز، دايما
المدافعين بيركزوا جدا في المنطقه بتاعه الايمن القريب والمنطقه القريبه للجون. بيراميدز بيستهدف الايمن البعيد، دي واحده. هات الثانيه بعديها، ده غير الجون. انا الجون الناس كلها عارفاه، انا جبت كورتين ما دخلوش جوان. بص هنا بيستخدم رمضان صبحي على الايمن البعيد برضه. فهي دي النقطه اللي بيلعب عليها بيراميدز في الكرات الثابته، اللي هي ممكن تكون احد حلوله المهمه، استهداف الايمن البعيد اللي هو الاخف في الرقابه. فممكن الاهلي من دراسه بيراميدز ممكن يغير من فكره التوازن في الرقابه شويه، ويبقى واخد باله من الايام البعيد. عظيم. طيب قبل مباراه الرجاء، مباراه العوده للنادي الاهلي، كنت اقول لك ان دي واحده من اهم نقاط ضعف النادي الاهلي، وهي الكرات الثابته دفاعيا يعني. بس في مباراه الرجاء كان عدد العرضيات كبيره والكرات الثابته كثيره للرجاء، والاهلي كل تعامل معها جميعا يعني بشكل رائع جدا. هل اللي حصل في ماتش الرجاء هو استثناء، ام دي القاعده اللي هيمشي عليها الاهلي في المباريات القادمه، وتحديدا مباراه بيراميدز؟ عليه ان يثبت كولر ان هي ما كانتش الاستثناء. واحنا كنا بنتكلم هنا يا كريم الحلقه اللي فاتت على انه كولر قدر انه يعدل ده. حتى انت قلت لي ده ياخد كريدت للكره المصريه كلها، لانه عيب موجود مشترك في كل الفرق المصريه وحتى منتخب مصر. الكرات العرضيه سواء الثابته او المتحركه عندنا فيها ازمه كبيره جدا جدا. التمركزات الدفاعيه فيها مشكله. الراجل لما يكون راس مال الرجاء، الناس عاملين 31 كراس في المباراه، وقدر انه لا يتم تشكيل اي خطوره على النادي الاهلي في مباراه الرجاء، فانت بتتكلم على نجاح كبير للمنظومه، نجاح كبير لمارسيل كولر. الازمه والمفارقه الكبيره جدا اللي كانت عند مارسيل كولر، ان ما قبله لو نستعرض بعد الكرات الثابته اللي جابناها، مباراه سموحه تحديدا الاهلي فاز بيها 2-0، مباراه بيراميدز في الكاس مباراه ال 2-1، هتلاقي انه حتى في غياب علي جبر هتلاقي انه مشاكل كتير. لا وقف دي هنروح لها بعد شويه. فانه الكرات الثابته ومشكله الكرات الثابته اللي موجوده عند النادي الاهلي تلافاها تماما في مباراه الرجاء. على مارسيل كولر ان يثبت هل هي كانت استثناء لانه كان بيلعب ميديم بلوك او دفاع متوسط بيرجع يقفل، التكتلات كبيره، التمركزات تسمح، مضايق المساحات. حتى في الكرات الثابته كان الفرقه بترد 9 تحت الكوره، فانت بتتكلم على انه هنا سيناريو المباراه سمح له انه يعمل ده. هل بعدد اقل من اللاعبين في الكرات الثابته خاصه مع التميز الكبير جدا من هنا؟ بص ادي واحده، دي كره الهدف طبعا في مباراه بيراميدز، ومش مش هروح ازود على اللي قاله خليفه انه بيراميدز بيلعب على البعيد. الاهلي عنده مشكله سواء في على البعيد او على القريبه. دي الكره الثانيه طبعا ماشي، دي الكره الثانيه طبعا في نفس المباراه عشان ما نعرضهاش ثاني اللي قالها خليفه، نفس الكره ونفس المشكله. الاهلي عنده مشكله في الرقابه عموما من قبل مباراه الرجاء. ثاني، مباراه الرجاء كانت استثناء في الخروج، على كولر ان يثبت ان هي ما كانتش استثناء، لانه راس مال بيراميدز في غياب عبد الله السعيد، حتى في وجود عبد الله السعيد في مباراه الكاس قبل خروجه للاصابه، كان الكرات الثابته واشتغل على الكرات الثابته سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. نفس المشكله، نفس الازمه، الخروج واحيانا كمان بيبقى في خروج خاطئ من محمد الشناوي اللي ماشي بشكل جيد في المباريات الاربعه خمسه الاخيره، واحد من نجوم النادي الاهلي، وللاسف في صعود النادي الاهلي ليه قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. روح لي اللي بعدها. فنهايتنا كريم، الكرات الثابته هي راس مال بيراميدز مليون في الميه. النادي الاهلي حسن ده بشكل ملحوظ تماما في مباراه الرجاء مليون في الميه. عوده علي جبر تمثل اضافه، لانه زي ما كان بيتكلم خليفه من شويه على انه دايما بيتم استهداف البعيده، مش علي جبر اللي بيروح على البعيد، علي جبر دايما بيبقى موجود في المواجهه، موجود عكس اتجاه الكوره. يعني لما الكوره بتتعمل الكروس من اليمين بيبقى يا اما رمضان صبحي او محمد حمدي هو اللي موجود ناحيه الشمال، واللي بيقطع قصاده دايما بيكون علي جبر. طيب. وجود علي جبر طبعا يمثل اضافه في الكرات الثابته، ومثل غبي ابراهيم كمان طبعا. طب عايز قبل ما نروح لفاصل ونقفل موضوع الكرات الثابته دي، عايز اسالك على حراسه مرمى بيراميدز في غياب شريف اكرامي، والمستوى اللي بيقدمه احمد الشناوي تحديدا في الكرات العرضيه. احنا شفنا هدفين في الكاس كانوا حاجه صعبه جدا من احمد الشناوي، وهدف في مالوم وجالانس في نفس النسخه الهدفين اللي جم. عايز اقول لك في النادي الاهلي كريم ان اخر مباراتين بين الاهلي وبيراميدز بيراميدز تلقى 5 اهداف منهم 4 اهداف يعتبر مسؤوليه الشناوي. ماتش الدوري من الثلاث اهداف هنستثني كره الشحات عشان عملت ريفليكشن، انما الجونين بتوعه الاول والثالث، ومباراه الكاس نهائي الكاس الجونين بتوعه. فهنزود على على احمد الشناوي بقى ان هو كمان في كتير جدا من الكلام عليه من زمان على نقطه الضغوط الجماهيريه، المباراه هتبقى فيها ضغوط جماهيريه كبيره عليه، ففي نقطه اصلا في علامه استفهام شويه على الشناوي في مواجهه الجماهير. فنزود عليها بقى ان الشناوي في الكرات الثابته زي ما قلنا هي ميزه في بيراميدز، بيغلط في التردد بين الدخول بين الطلوع وبين انه يستنى في جونه. انا رايي انا الشخص يعني لو بنصح احمد الشناوي اقول له اقف في الجون العب على الكره الثانيه، رد فعله مش وحش، رد فعله كويس، انما طلوعه في الجون هو اللي بيسبب له دايما ارتباك،
وطلوعه دايما مش منتظم مش منظم وما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه. فانا رايي انا عليه ان يلعب على الكره الثانيه هو بس. يستنى بقى ويعتمد ان في وجود علي جبر ممكن الدنيا تتشال شويه، اطوال بيراميدز لو اعتمد على فخر الدين بن يوسف في الرجوع ممكن تساعده شويه. تعال نشوف يلا. ان بيراميدز نفسه عنده مشكله، المشكله دي نشوف يا جماعه كانت في مباراه الاهلي وفي الكاس غير الجونين، لا هو استقبل كمان هنا الجونين بتوع الاهلي من هنا خروج دي هنا في ده في مباراه الدوري هنا كانت في تاخر كبير. لو تاخد بالك قبل ما يلعب على الكره الثانيه كان عايز يطلع، هو لو من البدايه بيحاول يلعب على الكره الاولى كانت افضل له بكتير. يعني الخطوتين اللي بياخدهم من قدام دول هم بيعملوا مشكله، لو انا هطلع هبقى واقف في جوني والعب على الكره الثانيه هتبقى اسهل للشناوي. كمل دي مباراه الاهلي في الدوري اللي خسر 3-0، الجون الثاني كان برضو يعتبر بص هنا دايما بيحاول يطلع وبعدين يرجع بتسبب له مشكله، دي ما انتهتش بجون بس دايما الخطوتين اللي بياخدهم من قدام وبعدين يرجع. دايما اتعلمنا كده من حراس المرمى يقول لك لا يا تطلع يا تستنى. صح. كمل اللي بعديها هديك النموذج بتاع اللي انا بقوله على الشناوي، بيحاول هنا يطلع وبيحاول دايما يرجع، دي بقى بتسبب له المشكله اللي انا بقول لك عليها اللي هو ما بيحاول ياخد خطوتين ويرجع تاني بتبقى وخصوصا ما بقاش رد الفعل بتاعه زي الاول. انما لو من البدايه بيقرر ما بيطلعش بيلعب على الكوره، لا هنا جونين بتوع ماتش الاهلي برضو خطأه في كانت ممكن في لقطه نكملها ما قرر خالص ما يطلعش كان افضل ليه وكان بيلعب على الكوره اللي هي الثانيه بشكل كويس، كان بيحاول يعمل تصديات كان ماشي دول على طول ماشي دول على طول دول احنا عارفينهم خلاص هو حاول يخرج هنا لكره سهله من عمق الملعب كان المفروض يستنى في جون. لو في حاله بقى الحاله الايجابيه اللي بيتكلم عنها اللي هو هي كانت حاله واحده بس ان هو ما بيلعب على الكوره الثانيه رد فعله نفسه بيبقى افضل، ممكن تبقى معانا ممكن تكون يعني ممكن انا اكون مش متحضرتش بس انا ده انا قصدي عموما في الشناوي ان هو عنده ارتباك بين الخطوتين اللي بيحاول يطلع فيهم، لو كمل طلوع بيبقى فيه ارتباك شويه ولو بيرجع بيبقى بتضيع فرصته يلعب على الكوره الثانيه. عظيم. احنا لسه مكملين مع حضراتكم هذا التحليل الممتع كالعاده من جيمي وخليفه بعد هذا الفاصل نواصل، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طب جيمي مع مارسيل كولر تعودت زي ما كنت لسه بتكلم في البدايه يعني انه في شكل خططي وتكتيكي تحديدا في النواحي الهجوميه وحاجات بتتكرر اكتر من مره، ايه الطريقه اللي هيهاجم بيها مارسيل كولر بيراميدز في هذه المباراه؟ بص يا كريم، دايما لما اي مدير فني بيجي يفاجئ اي خصم خاصه في المباريات الكبيره بشكل خططي او بشكل تكتيكي او بتريك عامله في المباراه واللي الناس كلها شافته، الزيادات بتاعت حمدي فتحي او الاختراقات بتاعت حمدي فتحي والممرات اللي بيخلقها ده بيبقى شيء عظيم والمدرب بيتم شكره على انه قدم حاجه جديده. لكن لما تفضل بتعمل جزء من شغلك هو التريك ده وبيكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه والفرق المنافسه ليك، طبعا اي حد عنده محلل اداء هيعرف ان انت بتشتغل وبتعمل دي ومع ذلك بتعملها قدام كل الفرق محليا وافريقيا، هنا بيقول لك ان انت طورت الفكره بتاعت الممرات اللي شكلها حلو من ان شكلها حلو لانها فكره ذكيه او ممر ذكي زي كده. دايما في العالم كله قبل ما نروح للحالات في العالم كله بنتكلم على ان الحاجه بتتحول لسمارت. صح. دي الممرات الذكيه بقى بتاع مارسيل كولر. ارجع تاني معلش الحلقه من اولها علشان نشرح، وقف هنا بس. دايما ناس رابطه فكره الممرات والزيادات بحمدي فتحي، حتى وانا ليه اصريت ان انا ابتدي مش بحمدي واللي ناس شافته هنا. انا ابتديت بديانج بكره لم يتم تسجيلها علشان اقول لك ان الممر ده لعيب مركز 8 اسمه حمدي فتحي، اسمه اليو ديانج، اسمه عمرو السوليه، اسمه احمد قندوسي، اسمه اي حد في النادي الاهلي بيعمل الزياده وبيعمل التكمله. ديانج دخل قطع ما بين السنتر باكين كافير والتاني علشان يحطها الكهرباء على بعد ياردتين من المرمى لما يتم تسجيلها. نروح للي بعديه ونشوف هل الممر ده ممر تقليدي هو فيه لعيب واخد التكليفات دي ولا بيتعمل باكتر من طريقه وازاي بيتعمل. كمل اللي بعده اللي بعد. هنا بنتكلم على كرة طولية من وسط الملعب مباشرة تماما في مباراة بيراميدز، كرة طولية مباشرة والراجل اتحرك وقطع وعمل البنتريشن، لكن هنا قاطع من على يمين الفرود ولا من على شمال الفرود؟ من على يمين الفرود. ليه؟ لأن الفكرة هنا وقف معايا ثواني وقف ثواني وقف ثواني. هنا كهربا هو قاطع من على يمينه، ليه؟ مين اللعيب اللي بيدخل انسايد وبيبقى موجود في قلب الملعب؟ حسب، لو الجناح فاتح الملعب أو الظهير فاتح الملعب ناحية الشمال ومش مكمل لجوه الملعب بيروح يقطع من الناحيه العكسيه، فنلاقي ان بيرسي تاو هو اللي قاطع له هنا انسايد علشان يسحب معاه الظهير، الظهير ما يلحقش يدخل يعمل التغطيه العكسيه. روح للحاله اللي بعديها، روح للحاله اللي بعديها على طول. نفس الفكره
نفس الفكره في مباراه الرجاء. هنا حسين الشحات الراجل الجناح فاتح الخط تماما وهيدخل. مين بقى اللي داخل قاطع له وساحب معاه اللعيبه انسايد؟ بيرسي تاو. كمل كمل الباس 2 3 بيرسي تاو هو اللي موجود في مكان البلاي ميكر وسايب مكان الجناح تماما. هنا قاطع منين؟ من على شمال الفيرود. فهو مره بيقطع من على الشمال ومره بيقطع من على اليمين حسب تحركات الجناحين. فهي لا فكره اعتباطيه ولا هي مجهود فردي من حمدي فتحي ولا ان هو حافظ ان بيتخلق هنا ممر فبروح فيه. هي تحركات اشبه للتكامل ما بين الثلاثي الامامي وبيكمل معاهم حمدي فتحي من خلال سحب الاجنحه لداخل الملعب. كولر قدر ان يحول فكره الممرات اللي موجوده عند الفرق الكبيره كلها، ازاي يتم خلق المساحه وازاي يتم مهاجمه المساحه دي من خلال خلق القنوات دي لقنوات ذكيه جدا بتحركات الفرقه كلها، بعد ما كانت بيعتمد على لعيب واحد راس ماله هو حمدي فتحي اللي بيدخل دايما جنب الفرود ايا كان اللعيب اللي يلعب في مركز 8 سواء حمدي او ايا كان مين اللي يلعب جنبه او مكانه، هو اللعيب اللي بيعمل الزياده لان الفرقه كلها بتشتغل بنفس الشكل ده. سلام عظمه والله. صح، انا كده هستغنى عن النقطه من اللي انا كنت جايبها لان هو جمال غطاها. كنت جايب نفس نقطه الرجاء. لو تفتكر لما كنا سوا هنا كريم بعد مباراه الزمالك والاهلي في الدور الاول اتكلمنا عن استخدام حمدي فتحي واتكلمنا قد ايه الفكره كانت بسيطه ومباشره. صح، قلنا دي نجح. بعد كده بقى هو بدا فعلا، كنا انا بشرح برضو ازاي بدا يطورها علشان فهو جمال غطاها يعني. حايل. جزئيه ثانيه ودي اللي حابب اتكلم معاك فيها كمان، ادوار حسين الشحات، الادوار الذكيه لحسين الشحات. حسين الشحات ما بقاش مجرد جناح، هو بقى جناح بصيغة صانع ألعاب. متلاحظ ده؟ مليون المية. دي النقطة بقى اللي احنا جايين نتكلم فيها هنا، اللي هو ازاي تزود الاوبشنز اللي عندك. انت كنت بتسأل جمال في البداية سؤال جميل جدا عن ان الكرة بتاعت الاهلي نفسها بدأت تتحسن في المباراة الاخيرة. انا بقولك ان هي انتقالات يناير جت في الاهلي مساعده جدا للكولر. برافو عليك. بدا من بعد يناير بدات الفكره بتاعه الفرقه يبقى ليها الشكل اللي هو تبلور خلاص. دلوقتي بقيت انت عارف مين الجناحين الثابتين، خلاص طاهر بدا يبعد، خلاص بقى بيرسي تاو علشان خاطر ان هو ما بيستخدم كهربا كمهاجم، هو عايز كمان كهربا مهاجم حر شويه، فعايز الجناح بتاعه يبقى كمان بيخش جوه الملعب. واستخدم حسين الشحات بشكل كبير عشان هو عنده علي معلول، فمش عايز حد يخنق الخط علي معلول، بيدخل حسين الشحات للعمق. وحسين ممكن مش الاجريسيف على الجون زي مثلا ما احنا عارفين عن لعيبه كتير بتلعب اجنحه. بيستخدم حسين، لو نفتكر حسين في المقاصه كان بيلعب ناحيه اليمين وينج يمين وباك يمين، اللي هو بيقدر يصنع اللعب من مناطق ابعد في الملعب. ولعب مع مقاصة 10 كمان. بالظبط. مش لازم يوصل ل، مش خطورته مش زي زيزو كده خطورته لازم يبقى في الاطراف وقريب من منطقه الجزاء وتسديدات، لا حسين بقى بيستخدمه في صناعه اللعب علشان اللي بيستخدمها كولر 4 3 3 او 4 1 4 1 اللي هو اللعيبه اللي هتخش جوه منطقه الجزاء حسين بدا يصنع. تعالى نبص على الجون اللي هو بتاع بيراميدز في الكاس، دي كانت صناعه لعب مباشره من حسين الشحات. يعني هنيجي بقى الفولدر بتاع حسين الشحات، دي صناعه لعب مباشره هنا من حسين الشحات. وهي الميزه هنا في استخدام حمدي فتحي ان في اتنين بيتحركوا في نفس الوقت، يعني كهربا بيجري مع حمدي فتحي، هو شادد الباكات بكهربا، يعني مش واحد بس اللي بيتحرك وبيقطع. تعالى بقى نيجي لمباراه فاركو. انا عندي ايمان، وقف لي بس ثانيه واحده، انا عندي ايمان انت لما تدور على فكره المدرب بيعملها دور عليها في اول ربع ساعه. صح، لان هي دي اللحظات اللي اللعيب نازل يدور على الكلمه، اول ربع ساعه من الشوط ده او اول ربع ساعه من الشوط ده، هي دي الشويه اللي المدرب اللعيب نازل حافظ. هات الحاله، هات الحاله. شغال اللعيب حافظ المدرب قايل له ايه. صح، فهو دايما بتلاقي الافكار اللي احنا بنعتمد عليها. يعني لما جينا هنا نتكلم في مباراه الاهلي والزمالك كانت فكره حمدي فتحي في بدايه المباراه، بغض النظر ان هي ممكن ما تنجحش. صح، يعني هنا خلينا نربط ده بجون بيراميدز في الكاس وبالجون الثاني في المباراه دي. دي اول محاوله ان حسين الشحات بيلعب الكوره هنا بشكل، هي هنا اتقطعت من رامي صبري. دي المحاوله الاولى في الدقيقه كام؟ الناس تبص معانا في الدقيقه 5. صح، اللي هو احنا يا دوب نازلين، ده مش مركز يعني، يعتبر هنا حسين الشحات مش جناح. صح، بص هنا تاني كمل بقى اللقطه اللي بعديها، هي دي اول محاوله اهي اتقطعت من رامي صبري، بس محاوله. هنا الدقيقه 14، احنا لسه في اول ربع ساعه، محاولتين للعب الكوره. بص الكوره دي هي هتطول سنتيمترات عن استلام مهاجم الاهلي. نرجع لها تاني معلش بس عشان قبل ما نوصل للجون، شبه بركز معايا هتلاقي شبه الجون التاني بالظبط. هنا اللي بتكلمك عليه ان دي محاوله
فشلت بسنتيمترات هتنجح في الجون الثاني. هنا التمريره من نفس المكان اللي هيبعت بيه الجون الثاني. هنا تمريره حسين الشحات بنفس الطريقه هي وصلت للجون. تعالى بقى انقل لي اللقطه الثالثه والاخيره هنا في استخدام حسين الشحات. هنا حسين الشحات بيستلم من مكان مشابه شويه، ان كان اقرب شويه من المحاوله الثانيه. احنا شفنا المحاوله الاولى، دي المحاوله الثانيه، وشفنا المحاوله الثانيه، دي المحاوله الثالثه. المحاوله الثالثه التهت بجون اللي هو من حسين الشحات لمحمد شريف. هنا بقى كانت السنتيمترات في صالح شريف اللي اتعامل بقى بشكل كويس. فهو هنا حسين الشحات بدا، انت عندك علي معلول اللي اشبه هو باك ولكنه اشبه بجناح، بيقدر يعمل لك كل حاجه من اطراف الملعب. فانا مش محتاج الجناح بتاعي يخنق علي معلول، ومحتاج ازود لاعب يخش جوه الملعب ويكون عنده القدره. عشان كده بدا طاهر دوره يبقى اقل. ممكن طاهر ياخد في المباريات اللي محتاجين واجب دفاعي اكتر طبعا. فيها زي ما لعب الرجاء مش انما المباريات اللي محتاجه واجب هجومي اكتر، لا حسين الشحات بيلعب في العمق عشان يزود كمان لعيبه خط النص لاعب زياده، يسمح بقى ان حمدي فتحي يزيد، يسمح بالحاجات دي كلها. عظيم جدا، احنا لسه مكملين تحليل رائع جدا من خليفه وايضا من جيمي بعد هذا الفاصل. نواصل، خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طب جيمي، من الحاجات المعروفه عن حمدي فتحي او الناس شايفاه او اللي احنا حتى اتكلمنا عنه هي فكره تواجده في منطقه الجزاء في كثير من الاوقات وازاي الاهلي بيستغله هجوميا، بس اكيد في ادوار تانية لحمدي فتحي دفاعيه. يعني ستيل برضو حمدي فتحي هو لاعب الوسط الدفاعي في النادي الاهلي. نقطتين مهمين جدا، هي مش بس دفاعيه، هي دفاعيه هجوميه. الناس طبعا كلها دماغها راحت دلوقتي مع مارسيل كولر انه بيعمل عمليه الزياده مهاجم تاني بلعيب مركز 8 اللي هو حمدي فتحي. اللي بيحصل بقى كمان ايه، وناس ابتدت تنساه، وكولر بيلجأ له في بعض المباريات لانه ممتاز في تقسيم المباريات. من اكبر مميزات كولر انه بيقدر يقسم المباراه بشكل ممتاز. لما بيعمل عمليه الضغط العالي، اهم لعيب، نجيب الحاله بتاعت حمدي فتحي، يلا. اهم لعيب بيطلع يعمل عمليه الضغط العالي لحد فين؟ لحد اخر مدافع. هو بيطلع يعمل عمليه الضغط عليه، بيطلع يعمل عمليه الضغط من فوق جدا. ولما تيجي تتكلم على حمدي فتحي انه بيطلع يعمل عمليه ضغط من اخر مدافع وهو اللعيب اللي بينزل دي لا دي كره ثابته، دي كره ثابته. لا انت يا جماعه الكره بتاعت حمدي فتحي اللي هي الدفاعيه اللي بيتكلم عنها دي، هتلاقي انه هو اللي بيطلع يعمل عمليه الضغط من فوق، وهو اللعيب اللي بينزل يشيل الكره من تحت، وبيشتغل كلعيب بيفت، دبل بيفت مع مروان عطيه، انه لعيب مركز 6 بيقفل ناحيه اليمين او بيقفل ناحيه الشمال. فلعيب ما شاء الله عنده الورك ريت ده كله، ان هو بيطلع يعمل عمليه الضغط من فوق ويرجع يقدر انه ينزل يغطي تحت ويعمل واجباته الدفاعيه. هو راس مال كولر في الشكل ده بتاع الضغط العالي، غير المجموعه الاماميه. بس اكتر لعيب عنده الشراسه وانه بيقدر يغطي المساحه دي كلها هو حمدي فتحي. عشان كده حمدي فتحي واهم ورقه بيعتمد عليها مارسيل كولر في الدور ده. احيانا اليو ديانج بيطلع يعمله، لكن بيعمله لحد منطقه ال 18. حمدي فتحي بيكمل لحد حارس المرمى. عبال ما تجهز معانا الحاله، حمدي فتحي يا كريم لما تيجي تتكلم على لعيب بيقدر يعمل الورك ريت ده كله، انا نفسي اعرف والله الحالات جاهزه ولا لا، بس محدش بيقول لي حاجه. يعني انا زيك يعني، نفسي اقول لك حاجه جاهزه او مش جاهزه، بس انا مش عارف. فحمدي عنده دور مهم جدا، الناس ابتدت تنساه من كتر ادوار حمدي في الملعب. تمام. الورك ريت المعتاد بتاع مركز 6، الضغط العالي من فوق، لما يبتدي يشتغل حمدي فتحي في عمليه الزياده والكثافه العدديه اللي بيعملها في وسط الملعب. فكان مهم جدا جدا انه الناس تبقى عارفه ان دور حمدي فتحي ما بقاش مختصر بس في عمليه الزياده والتكمله الهجوميه والبروفايل الجديد اللي خلقه مارسيل كولر لحمدي فتحي. ليك عندك حاجه. طب ايه مشكلتك انت اللي انت مش مرتبه؟ بس المره الجايه نتكلم عنه. بلاد توري الناحيه الثانيه لاعب مهم جدا في تشكيل بيراميدز في وسط الملعب، صحيح بيمر بمرحله من انخفاض المستوى في الفترة الأخيرة، ولكن يبقى واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر عامة. يعني أنا هاخد من كلام جيمي، هي نفس النقطة اللي هو الأهلي بيعمل ضغط قوي شوية، فهو بلاتي تورون اللعيبة اللي عنده دايما بين الاستلام وبين أنه ياخد القرار حوالي 3-4 ثواني. ممكن كانت موجودة زمان مثلا في طارق حامد قبل ما يتطور شوية، يعني طارق في بداياته في الزمالك كان عنده الحته اللي هو الديلي بين الاستلام وبين انه يطلع الكره من رجله، وكانت في فرق بتلعب على الضغط ده. صن داونز مع موسيماني في 2016 في مباراه المجموعات كان جاي يضغط على طارق حامد اللي هي النقطه دي، ودي كانت فرق كتير بدات تعملها. فهو بلاتي توري ممكن لو الناس تفتكر مباراه الزمالك وبيراميدز في الدوري اللي الزمالك خلاص 3-0 كان اوباما لازق له عشان يمنع بلاتي توري. بلاتي توري عنده الحته دي التاخير. تعال نشوف، يلا يعني بيراميدز عليه اصلا ان يتخلص من اللعبه الاعتماد على بلاتي توري.
ليه بقى؟ تعال نشوف اول حاجه صوره فيها عدد الكرات اللي هي لا مش اللقطه، ممكن نرجع دي ممكن لا دي مش معانا، احنا بنتكلم على بلاتي توري اخر حاجه عندي اللي هي الكرات اللي خسرها لعيبه بيراميدز. قبل ما نروح للفيديو ماشي خلينا بالفيديو عادي نشرح بالفيديو يلا. هنا بص بلاتي توري الضغط عليه بيتم ازاي وبسرعه، حتى حمدي هو اللي كان بيتكلم عليه جيمي هو اللي ضغط على بلاتي توري. هتلاقي دايما بلاتي توري بيستلم الكرة بياخد وقت شويه فيها، فهنا خسر الكرة بشكل كبير. هنا برضو نفس النظام، هو بيعتمد على مهارته شوية ولكن بيخسر الكرة. بص الضغط هنا 1 2 3 بيتحركوا عليه فبيتخنق فدايما بيخسر الكرة بشكل كبير. كانت الأرقام بتأكد ده إنه هو أكتر لعيب، تاني أكتر لعيب بعد إبراهيم عادل خسر الكرة في بيراميدز، بس إبراهيم عادل كان بيخسرها في محاولات دريبل. بلاتي توري كان بيخسرها من الفرصة الضغط عليه، أكتر لعيب خسر الكرة من الضغط عليه كان بلاتي توري. هنا 3 لقطات كلهم ضغط قوي جدا على بلاتي توري، لأن أكيد الفرق خلاص بقت عارفة إن بيراميدز في غياب عبد الله سعيد بيعتمد على بلاتي توري. طب إيه الحل اللي ممكن بيراميدز يلجأ ليه؟ هنا بيراميدز بص هنا بص لي على هنا بلاتي توري بص على مروان عطية هيعمل إيه؟ هيسيب مكانه علشان يتحرك يضغط على بلاتي توري. تجاهل بيراميدز بلاتي توري ورمضان صبحي مر عبد الله السعيد اتخلقت مساحه كبيره جدا، فعلى بيراميدز ان هو يعتمد على اطرافه ويتجاهل بلاتي توري، لان بلاتي توري هيكون تحت الضغط من ثلاثي وسط الاهلي اللي هم مميزين. دي الصوره اللي كنت بتكلم عليها خلاص، يا اخر الصوره ده هي دي لقطه هتجيب لك الرقم اللي بيعزز الكلام. اكتر لاعب تم خساره الكره بعد ابراهيم عادل، بس بص ابراهيم عادل خسر الكره 9 مرات منهم 4 محاولات دريبل. ده راجل جناح بيلعب في المناطق المتاخره من الملعب هيحاول يعمل دريبل. انما بلاتي توري خسر 7 كرات منهم 5 فرص، يعني اجبر على فقد الكره بضغط عالي. فعلى بيراميدز ان يتجنب الاعتماد على بلاتي توري ويعتمد على اطرافه سواء رمضان او مصطفى فتحي. خليفه شرفت ونورت، ده انا اللي اتشرفت رائع كالعاده وشكرا جدا واسف برضه على التأخير. لا ابدا جيمي كالعاده مميز، انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني طولنا دقيقتين كده كانوا من بدري عاملين خلاص، بس الكلام حلو قوي يعني كلام عظيم جدا من زمايلي خليفه وجيمي. اشكرك يا حبيبي. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، نشوفكم يوم الجمعه القادمه ان شاء الله بعد نهايه مباراه السوبر بين الاهلي وبيراميدز. كل التوفيق للفريقين ان شاء الله، مباراه مشرفه تليق بالكره المصريه. اشوفكم يا رب على الف خير.